إذا نجح اختباري الجديد على بذور الشمام سنسمفر قريبا يا فلاح ما يكفي من الثمار لإطعام القرية كلها لمدة السنة. إن كنت محقا بابا سنفور سيعوض هذا عن توت السنافر الذي لم ينمو. أنا أكره الشمام. يمكنك إذا إعطاء حصتك لأكول. أنا أكره أن أعطي أيضا. أترون كيف قمت بالعمل يا سنافر الصغار؟ طبعا يا بابا سنفور. بابا كسلان منذ الآن. يبدو أنه كذلك. بابا سنفور دعنا لن نضيع الوقت. علي العودة إلى القرية، لكن غضبان وغبي سيساعدانك. وماذا أفعل بكسلان؟ أدره على بطنه في حال على شخيره. أنا أكره الشخير. لا 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 عجبا، هل تسنفرون هذا؟ ها هي واحدة وأخرى وأخرى. إنها تسنفر في كل مكان. يا للسنفرة العجيبة، إنها تتجه نحو توت السنافر. توقفي أيتها النبتة، أنا أمرك بذلك. كم هذا غريب، نبتة تشخر. النجدة أفاعٍ. هذه النبتة تشخر بصوت أعلى منك. لا 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 لا. لقد جنت النبتة. أنا أكره النبات. لا أسنفر عيني، نبتة من شمام السنافر. لابد من أنني سنفرت هذه البذور كثيرا. انتبهوا يا سنافر من النبتة. توقفي أيتها النبتة، قلت لك أن تتوقفي. أنا أكره النبتة التي تشخر. جميلة. فلاح، لا يمكننا سنفرة هذه النبتة. أنا سأسنفرها، أنت أعد كسلان إلى القرية. مرحباً. مرحباً، مرحباً. فلاح، أين أنت؟ أنا هنا في مزرعتي، من يتكلم معي وأين أنت؟ معك شاطر، أنا في القرية، هذا مذهل. هذا مذهل حقاً. شاطر، هل تسنفر تحت هذه النبتة في مكان ما؟ تعال يا قوي، أحتاج إليك. هولا، أكلت النبتة شاطر. أصمد يا شاطر، سوف أسنفرك. قوي، لاقني في بيت بابا سنفور. لابد من أنني أسنفر. شاطر، قوي، أين أنتما؟ نحن هنا بابا سنفور. أين بالتحديد؟ خلفك. ها أنتما، علينا أن نفعل شيئاً بخصوص هذه النبتة وبسرعة. حالاً بابا سنفور، سننادي بعض السنافر ونقطعها. في الواقع نحن نحتاج إلى ثمارها، لكن يبدو أن هذا الاختبار خرج عن سيطرتنا. أنت عبقري بابا سنفور، كيف فعلت ذلك؟ في الواقع كنت أكلم فلاح. سنفور فلاح في مزرعته. هذا مذهل بابا سنفور، هذا الاختراع مسنفر للغاية. سأدعوه بهاتف السنافر. هاتف السنافر. أيها الطفل سنفور، قريبا جدا ستتمكن من التكلم إلى كل سنافر العالم. لا تكن سخيفا حالم، يعيش كل سنافر العالم في هذه القرية. عجبا عجبا، أرى أن اختراع شاطر سنفر جيدا. لو طلبت رأيي بابا سنفور، أرى أن المنظر بشع للغاية. كل هذه العواميد والنباتات تحجب جمال السماء. والآن أضيف قطرتين من مسحوق الياقوت بحذر شديد. هذه مواد مكلفة يا هلهول، لكن أمي تقول إن السنافر يحبون رائحة هذا المسحوق. سنفورة، أنا منسجم، لقد سمعت ما قلت. قوي، سنفر هذه النبتة إلى هنا. نعم. هذا أنت؟ لوهلة اعتقدت أنني سمعت صوت هؤلاء السنافر. حان دوري بابا سنفور. السنافر؟ اسكت أيها الغبي، ستخيفهم. كنت محقا، لا يستطيعون مقاومة الرائحة. يا للسنفرة، حان دوري. لقد وقعوا في الفخ، لن تصلوا إلى سطحي. اذهب وأدي الكسلان على بطنه. سأقوم أنا بذلك بابا سنفور. عجباً، ماذا لدينا هنا؟ نوع من الأنفاق الخاصة؟ هذا عمل ذكي بالنسبة إلى مخلوقات غبية. ها
غبي. من عدت بالغبي يا مفكر؟ أنا لم أقل شيئاً. أمسكت بك، أتساءل كم عددهم. هذه إحدى مزحاتك الثقيلة يا مازح؟ أوه، فهمت، إنه نفق متكلم. هذه النبتة فارغة، ولابد أن الأصوات تأتي من إحزر. من أين هلول؟ من قرية السنافر يا غبي. هاتف السنافر هذا قد أصبح سخيفاً جداً، بالإضافة إلى أن الضجة تصيبني بالجنون. بابا سنفور، هل لي أن ألفت انتباهك إلى واقعي أن السنافر يمضون يومهم يدردشون على الهاتف ويهملون واجباتهم المنزلية؟ ما يقلقني أن موعد خيرونة الطفل سنفور قد حان، ولا يمكنه النوم وسط كل هذا الضجيج. منسجم، اعزف لحن هدهدة وافعل هذا بصوت عال. اسمعوني جيدا يا سنافر، كل هذه الأحاديث تمنع الطفل سنفور من النوم، كما وتسبب لي ألما في الرأس. لذا اسمعوا كيف ستستخدمون الهاتف من الآن وصاحبا. تابع الحديث يا بابا سنفور. هل لاحظت هلول أن صوته أصبح أعلى؟ هذا يعني أننا اقتربنا، وإلا قطعنا له نبتته. كل شيء مسنفر. كسلان، إذا سمعتك تشخر مرة أخرى سوف... سحقا لهذه الأشواك الغبية، وسحقا وسحقا أخرى. أي سنفور يستخدم كلمات سيئة سنقطع له نبتته، هل هذا واضح؟ أنا أعتذر. تعني أن مغرور يريد سروالاً واسعاً؟ يا عامل الهاتف، عندي اتصال طارئ لسنفور. أعتذر يا أكون، لكن الخط مشغول. أعتذر يا مغرور، انتهت دقائقك الثلاث، يمكنك إجراء الاتصال أكون. مفكر، خلت أنا دوري أنا بعد مغرور. أوه لا، ليس دورك بل دوري أنا. أقول، الطفل سنفور جاء. بابا سنفور، سأعود إلى المنزل الآن. أقول، هل أردت أن... حسناً، لقد طفح الكيل. وضعني بابا سنفور المسؤول الرسمي عن هذه الاتصالات، ومهما كنت... أو لا، بابا سنفور، ماذا فعلت؟ أنا أتعاطف مع مشكلتك يا مفكر، وبما أن الليل قد حل أصلاً، أريد منك إقفال كل خطوط الهاتف حتى الصباح. والآن عمتم مساءً يا سنافر الصغار. بابا سنفور، لم أقصد أن... عمت مساءً يا مفكر. عمت مساءً بابا سنفور. عمت مساءً يا أكون. عمت مساءً يا سنفورة. أنا أكره المساء. يا للهول، نام أولئك السنافر الكريهون يا هلهول. حسناً، من الأفضل أن أرتاح أنا أيضاً قليلاً. ما هذا الصوت؟ وكأنه صوت دب كبير. بابا سنفور، هاي سنفر عن الصراخ، نريد أن ننام. كسلان، أوقف هذا الشخير المزعج في الحال. لست أنا بابا سنفور. إنه صوت دب. هل أنت مستيقظ بابا سنفور؟ إن لم أكن مستيقظاً فقرعكم على الباب وصراخكم أيقظاني. حسناً يا سنافر، فلنقطع تلك النبتة. سنقطع كل جذورها. لا، اذهبوا إلى حيث ينام الدب واقطعوا تلك الأزهار. حسناً يا بابا سنفور. قد أحاول تحضير يخنة السنافر. بابا سنفور، النجدة، إنه شرشبيل. لا تقلقوا يا سنافري، شرشبيل يخاف كثيرا من الحيوانات ليتنزه وحده في الغابة ليلا. بحسب شاطر، بلغت النبتة قصر شرشبيل، وما سمعتموه لم يكن إلا صوت شرشبيل وهو نائم. تناول فطيرة السنافر يا هلهول قبل أن... أرأيتم؟ لا مزيد من صوت الشرشبيل. بابا سنفور، أين قوي وملاحق وفلاح؟ أرسلتهم للبحث عن الدب الذي يشخر. شرشبيل؟ لا، قد أكون أرسلت هؤلاء السنافر الشجعان إلى فخ. لقد سنفرنا طوال الليل يا سنافر. هل رأيت الدب؟ هذه النبتة تغطيه بالكامل. أين رأسه يا ترى؟ ها هو. هيا أبعد هذه الأزهار عن أنفه الكبير والطويل. أنفه الكبير والطويل؟ هذا سنفور، بسرعة يا هلهول، إنه شرشبيل.
يا لهذه النبتة الغبية. إنهم يهربون يا هلول. مهما فعلنا يجب ألا نقودهما إلى القرية. أيها السنافر أينما تذهبوا كل ما علي فعله هو اللحاق بأصواتكم التافهة. إلى الأعلى. لقد قبضنا عليهم الآن يا هلهول. مستحيل أن هلهول أنزلني يا هلهول. أيها الهيرو الغبي أين أنت؟ لم نجدهم في قصر شرشبيل ولا حتى في انظر بابا سنفور. هذا بابا سنفور. بابا سنفور لم يكن ما سمعناه شخير دب، بل كان أعرف لقد كان شرشبيل. اسمعوني الآن أيها المشتركون، بما أن أي سنفور لم يتمكن من النوم طوال يومين باستثناء كسلان طبعاً، أعطى بابا سنفور هذا اليوم عطلة. والآن بما أنني حصلت على انتباهكم سأقرأ عليكم القواعد الجديدة لاستخدام هذا الهاتف. والآن القاعدة الأولى. ما هذا الصوت؟ هذا صوت نهاية هاتف السنافر. أليس الهدوء مسنفراً؟ قصيدة إلى الزمن. الزمن يؤثر فينا كالصقيع، الصيف والشتاء والخريف والربيع، كل زهرة وكل شجرة تكبر رغم مرور هاي شاعر، تعال والعب معنا. أجل، سنفر لنا الكرة. البعض منا عنده أشياء أهم لسنفراتها. التقطتها، التقطتها. لا 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 يا غبي، من الواضح أنه ركل هذه الكرة إلي. انظر إلى ما فعلت الآن يا غبي. يا للهول، أنا حقا يا مفكر. حسنا، أعتقد أن هذا يعني نهاية لعبتنا. لا تقلقي، يمكننا استعادة الكرة. شاطر، متأكد من أنه علينا نزول المنحدر. يبدو خطيرا. انظري، هناك طريق إلى الأسفل يمكننا سنفرته بأمان. أحسنت الصنع شاطر، كما يقول بابا سنفور، من دون مجازفة لن تحققوا شيئا. ويقول أيضا تجرأ على الفشل وستنجح دائما. ويضيف مهلا، انتظروني. ربما دخلت الكهف. ربما، انتبهوا. لا داعي إلى الخوف، المكان آمن. أمر ذلك. هيا. عجباً، وكأننا في غرفة ما. لطالما عرفت أن إحساسي سيقودنا إلى الكرة. انظروا، أتساءل ماذا يوجد في الداخل. لا أعرف، فلنكتشف ذلك. انتظروني. يا له من مكان غريب. يبدو أن أحداً لم يدخله منذ مئات السنين. المكان إلى تنظيف جيد. لم أرى في حياتي غبارا بهذه الكمية، وسنفور حساس مثلي يجب ألا يتعرض للغبار. في الواقع إلى هذا. غريب، ما هذا؟ إنها ساعة رملية يا غبي. وماذا تفعل؟ تعطينا الوقت. ماذا سيخترعون بعد؟ أتساءل إن كانت ذراع التدوير ستعمل. لما حصل هذا؟ أخبرني. واضح أن هناك تفسيراً بسيطاً لظاهرة كهذه. كما ترى الرمل. هناك كتابة قد تعطينا تفسيراً. هذا تحديداً ما كنت سأقترحه. كتب هنا: يجب ألا يغير أحد وقت الرمال. ماذا يعني ذلك؟ أجل، ماذا يعني ذلك؟ من الأفضل أن نسأل بابا سنفور. هذا اقتراح رائع. طبعا علينا أن نسأل بابا سنفور. غبي، نحن راحلون. أجل، أنا قادم مفكر. هل أسرعت قليلا يا غبي؟ أنا قادم يا مفكر، أنا قادم. عجبا، لم أرى في حياتي عصفورا يطير إلى الوراء. غبي، العصافير لا تطير إلى الوراء. هيا، لا وقت لدينا لهذه السخافات. علينا استشارة بابا سنفور بشأن الساعة الرملية.
وسينبهر بابا سنفور كثيراً للاكتشاف المدهش الذي قمت به. طبعاً أنا مساعد بابا سنفور الخاص، لذا ليس عليه أن يتفاجأ جداً. لكن على الرغم من ذلك، أعتقد أنه سيسر كثيراً، لأنه في النهاية لنرى كل يوم. مفكر، هل رأيت هذا؟ هل رأيت تلك الحيوانات وهي ترقد إلى الوراء؟ يا غبي، سبق أن أخبرتك. لا، إنه محق، انظر. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور. مرور رغم تكبر شجرة كل وزهرة كل. بابا سنفور، خير الصباح. ماذا سنفعل؟ كل شيء يعود إلى الوراء. ربما للساعة الرملية علاقة بالأمر. بالتأكيد، زمن الرمال، يجب ألا يغير أحد زمن الرمال. لما لم أفكر أنا في هذا؟ زمن الرمال، زمن الرمال. ألم تفهم بعد؟ الزمن عاد إلى الوراء. علينا إذن أن نعود إلى الكهف ونضبط تلك الساعة الرملية. طبعا. ماذا ننتظر إذن؟ هيا بنا. أهلاً، انتظروني. لنأمل أن ينجح الأمر. شكراً مسنفرة، سيعود الآن كل شيء إلى طبيعته. أجل، ويمكننا إنهاء لعبتنا. لحظة، انظر إلى هذه. من أين أتت هذه الكرة؟ إنها تشبه كرتنا تماماً. أنصتوا، أنا أسمع أصواتاً. ومخيف جداً. لا داعي إلى الخوف، المكان آمن. أمر ذلك. ها هي، يبدو هذا كصوت سنفورة ومفكر. أحدهم يحاول السنفرة مثلنا، لنرى من يكون. أجل، لن يستنفر أحد مثلنا وينجو بفعلته. عندما أمسك بهم سوف. هل رأيتم ما رأيته؟ هؤلاء السنافر يشبهوننا. هؤلاء السنافر كانوا نحن. لكن كيف يمكن أن نكون في الخارج إن كنا هنا؟ لابد من أننا وقعنا ضحية الهلوسة. أو ربما لم نعد كما كنا. مهلا، اعتقدت أنني سنفرت الأمر. عاد الزمن إلى الوراء عندما أدرنا الساعة الرملية، صحيح؟ صحيح. وعندما أعدناها كما كانت، بدأت تعمل إلى الأمام مجدداً. هذا يعني أن الأشياء التي حصلت قبلاً يجب أن تسنفر مجدداً. هؤلاء السنافر جاءوا بحثاً عن كرتهم، تماماً كما فعلنا نحن قبل أن نجد الساعة. لكنهم لم يجدوا كرتهم لأنها معي هنا. أوه يا ويلي، هذا محير فعلاً. أين تعتقد أنهم؟ أعني أننا ذهبنا. بابا سنفور، بابا سنفور. وخطرتان فقط بعد تكفيان. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور. ماذا؟ كنا نلعب قرب وادي الحجارة، وبعدها وجدنا كهفاً، وكان في داخله سنافر يشبهوننا تماماً. سنافر يشبهونكم؟ عما تتكلمين؟ هذا صحيح يا بابا سنفور. هذا غريب، علي أن أدقق بالأمر. تعالوا يا سنافر صغار، أرشدوني إلى ذلك الكهف. أوه، أنا مشوشة جداً، ماذا سنفعل؟ لنهزها ونجعلها تسرع في الزمن أكثر. اقلبها على جنبها. لا لا لا، استمع إلي، عندي خطة لامعة ودقيقة. لا، هكذا. انتبهوا. أوه لا، يا للهول، ماذا فعلنا الآن؟ من الأفضل أن نخرج ونرى. أجل، من الأفضل أن نفعل ذلك. عجباً، المكان هادئ هنا. أجل، هادئ جداً. يراودني شعور سيء بهذا الخصوص. هاي مفكر، انظر إلى هناك. وهنا، وهناك أيضاً. أوه، لو كان بابا سنفور معنا ليساعدنا. ها هو يا سنفورة. لكن أخشى أنه لن يتمكن من مساعدتنا. أوه، مسكين بابا سنفور. نحن المساكين. لنكمل طريقنا إلى القرية، قد نجد شيئاً هناك. أوه لا، منسجم. لم يتمكن أكل من تناول فطيرته. لا أصدق ذلك، لا فائدة من الأمر. لم يبقى أحد لمساعدتنا. لا أحد. ماذا سنفعل؟ لا يمكننا فعل شيء، لقد كسرنا الساعة الرملية. مهلا، ما رأيكم لو سنفرنا ساعة الرملية؟ هذه فكرتي بالضبط، شاطر. سنحتاج إلى مكنسة ولقاطة، وكذلك إلى مقلاة كبيرة وزجاج أيضاً. يمكنك الاعتماد علينا يا شاطر. حسناً، لقد انتهيت. واو، انظروا إليها. أوه شاطر، عرفنا أن
أنك ستنجح. يسعدني أنك سمعت نصيحتي ووضعت وسطاً لهذه الآلة. هذا كل الرمل شاطر، لم أترك حبة واحدة. آمل أن ينجح الأمر. من الأفضل أن ينجح وإلا وقعنا في مشكلة. حسناً، سأدير الساعة. يبدو أن الأمر نجح. لنخرج ونتأكد. ساعة الزمن، والزمن لا ينتظر أي صنفور. مهلا، انتظروني. أوه لا، ماذا فعلنا؟ لنسافر من هنا. أوه هذا رهيب. ماذا سنفعل الآن؟ ماذا تفعلون هنا؟ في الواقع نحن هل تدركون ماذا فعلتم أيها الصغار؟ لقد عبثتم بزمن الرمال. ماذا يحصل بابا؟ لقد جنت الطبيعة بالكامل في الخارج. هذا بسبب المخربين الزرق الصغار، أمسكت بهم وهم يعبثون بساعة الرمل خاصتي. لقد خلطوا رمال الزمن. إذن سنعيد تصحيح مسار الساعة. والآن كن لطيفاً وأعطني يدك. حسناً إذن. ثوان، دقائق، أيام وساعات، لنجعل الزمن يستخدم الطاقات. يا حبوب الرمل، أسقطي حبة حبة، كون القمر الطالع والشمس الغائبة. وكما في الأيام الغابرة، جعل النجوم تلمع ساهرة. واجعل السماوات تخلو من الأمطار، واجعل الشمس تشرق كالأقمار. ويعود الزمن كما كان سابقاً. أمر عجيب، يحصل شيء غريب هنا. علي إيجاد الأم الطبيعة حالاً. ماذا؟ مفكر، غبي، شاطر، سنفورة، أين أنتم يا صغاري؟ نحن هنا بابا سنفور. يا للسنفرة، لكن كيف؟ هؤلاء السنافر الأشقياء كانوا يتلاعبون بساعة الزمن. فهمت، أنا حقاً آسف لذلك أيتها الأم. علي أن أحولهم إلى أطفال بشريين، هذا سيلقنهم درس. لا تستمع إليه، إنه عصبي في هذا الوقت المبكر من السنة. وأنا أتفهمه تماماً. هيا يا سنافري، حان الوقت لنعود إلى المنزل. أنا سعيدة لعودة الأمور إلى طبيعتها. أنا أكره الطبيعة. طبعاً يا سنافر الصغار، قمتم بمغامرة غريبة. سامحوني على سخريتي. وأخيراً أنهيت قصيدتي. قصيدة إلى الزمن. الزمن يؤثر فينا كالصقيع. أعتقد أن بعض السنافر ليس عندهم الوقت لفني. مرحباً سنفورة، إنه صباح مصنفر، صحيح؟ مرحباً بابا سنفور، أجل، إنه مصنفر كهذه الأزهار. لا 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 لا. إنها ليست جميلة، إن لوحاتي من دون قيمة، من دون حياة. مرحباً رسام، هل منسور؟ كل شيء سيء، لا طول بدروس ماتي بالحياة. لكن رسام، لوحتك جميلة جداً. إنها ليست جيدة كفاية، لا تبدو زهرة السنافر هذه حقيقية على الإطلاق. جميلة، لوحتك مصنفرة أيضاً يا رسام. كان بإمكانك طبعاً اختيار موضوع أجمل لرسمتك، أنا مثلاً. مفكر، أليست لوحة رسام جميلة؟ طبعاً، إنها تظهر مقاربة معبرة لفن السنافر بطريقة واقعية. حقاً، كان من المفترض أن تكون مجرد زهرة. أجل، لكن تعرف ما يقال، قد توازي صورة واحدة آلاف الكلمات. لا تنبض رسمتي هذه بالحياة. حسناً، إن لم تعجبك رسام، هل يمكنني الاحتفاظ بها؟ عندي في المنزل إطار وأعرف تماماً أين سأعلقها. لا، أنت تحاولين جعلي أسنفر فقط، أنا مجرد فاشل. اكتفيت من الرسم، اكتفيت، أنا لا أفيد السنافر بشيء، سأرحل بعيداً ولن أعود أبداً. مسكين رسام. هل كان السبب شيئاً قلته؟ فكما تعرفين، الفنانون حساسون جداً، لهذا السبب أتكلم كثيراً قبل أن أفكر في أي شيء أقصد. بابا سنفور، بابا سنفور، رسام رحل وقال إنه لن يعود أبداً. هكذا هو رسام، لا تقلقي سنفورة، حصل هذا من قبل، سيعود حتماً. لماذا لا يمكنني ولو لمرة واحدة أن أرسم لوحة تنبض فيها الحياة؟ هل أنا أطلب الكثير؟ أتساءل ما هذا؟ هناك طريقة واحدة لأعرف.
غريب، لم أسنفر هذا المكان قبلاً. واو، إنه مشغل. أتساءل ماذا حصل للفنان؟ أوه، عرف كيف يجعل لوحاته تنبض بالحياة. ها؟ ربما هذه صورته. مؤسف أنه لم ينهي رسمها. لا 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 هذا كل ما أجيده، سنفرة سخافات. لن أجعل لوحاتي تنبض بالحياة أبداً. افعل ما أقوله لك، عندها ستنبض لوحاتك بالحياة. من قال هذا؟ أنا فعلت، يمكنك مناداتي بالمايسترو. لكن كيف؟ منذ زمن طويل ألقى صاحب القوى لعنة علي، فانتهى بي الأمر محبوسا هنا. لماذا؟ لنقل فقط إنه لم يكن يحب رسوماتي أبدا. لم يحب رسومات فنان مثلك؟ أنا أعظم فنان على الإطلاق، وأنت ستكون كذلك إذا فعلت ما أقول. وهل ستنبض الحياة حقا في لوحاتي؟ أكثر مما تتصور. خلف هذا الحجر الكبير على يمينك هناك قارورة تحتوي على سائل. وماذا أفعل بها؟ قبل أن أطلعك على سرها عليك أن تسدي إلي خدمة. ماذا؟ خدمة؟ أجل، كما تعرف يحتوي هذا السائل على روح الحياة، وسوف يجعل أي رسمة تافهة تنبض بالحياة. صدقني، أريد منك أن تجدد لوحتي هذه وتحافظ على روعتي لسنوات عدة. اتفقنا؟ أي سوء قد يحصل؟ يبدو لي الأمر مسنفراً. سأبحث عن فرشاة. أسرع يا صديقي، أسرع. وجدت واحدة. هكذا، ما رأيك؟ رائع رائع. كل ما عليك فعله الآن هو مزج بضع قطرات من السائل مع الألوان، وستنبض لوحاتك كلها بالحياة. هذا كل شيء؟ هذا ما عليك معرفته. حسناً، شكراً لك مايسترو. سأعود إلى القرية الآن لتجربة هذا السائل العجيب. إلى اللقاء يا مايسترو، وأتمنى أن تزول لعنتك قريباً. سيحصل هذا قريباً يا تلميذي. ما إن ترسم شخصاً ما ليأخذ مكاني. طبعاً ستنبض لوحاتك بالحياة. أتساءل أين هو الرسام الآن؟ لا 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 لا. مرحبا رسام. لا 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 لا. سوف أكون أعظم رسام يسنفر في الكون. ماذا أرسم أولا؟ طبعا وجدتها. مرحبا رسام، أهلا بعودتك. مرحبا بابا سنفور، وداعا بابا سنفور. طبعا يرى كل منا الجمال بشكل مختلف. رسام لقد عدت. رجاء، أحتاج إلى فسحة لأرسم. إنه يرسم بسرعة. انتهيت. إنها رائعة، أليس كذلك مفكر؟ طبعا إنها كذلك، لدرجة أنني لا أجد كلمات مصنفرة لوصفها. بابا سنفور، يا سنافر، انظروا إلى ما رسم رسام. أصدقائي السنافر، لقد حققت حلم كل فنان. ما سبب كل هذه الضجة؟ إنها لوحة تنبض حقا بالحياة، انظروا. تبدو حقيقية فعلا. إنها مسنفرة. أنا أكره الفن عادة. جيد، يبدو أن التلميذي بدأ عمله. أجل، أنا أشعر بذلك، وما إن يرسم صورة شخص ما سأصبح حرا. عندها سيرى العالم ماذا يفعل فنان حقيقي. ماذا سترسم لاحقا رسام؟ ما رأيك في سنفرة صورة لكعكتي؟ إن توت سنافر خاصة رائع لرسمي يا رسام. ما رأيك في سنفرة صورة لسريري؟ أنه أروع منظر في العالم. في الواقع فكرت مليا في الأمر رسام، أنا مستعد لجعلك ترسمني. في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، لا يجب استعجال أي فنان عظيم. إذا أردت رأيي، أرى أن كل هذا الاهتمام يسنفر بعقل رسام. قد يكون مغرور على حق، مع ذلك تسعدني رؤية رسام مجددا.
أعرف أن وقتك ثمين جدا يا رسام، لكنها أفضل كعكة أسنفرها. لن تبقى هنا طويلا على ما أظن. انظروا، أنهيت اللوحة. تبدو مسنفرة جدا لأتناولها. شكرا يا رسام، شكرا. لا داعي لشكري. بشأن رسمي يا رسام، أي جانب هو الأفضل؟ إن النظر إلى لوحتي يجعلني أسنفرها. لوحة صغيرة تكفيني رسام، هكذا أحملها معي أينما أذهب. ما رأيك في هذه؟ شكرا لك رسام، سأحتفظ بها إلى الأبد. أعتقد أنك تضيع موهبتك يا رسام. لا تقلق يا مغرور، سأرسم صورة لك قريبا جدا. كم؟ أنا متحمس، لربما قيلولة صغيرة ستعيد نشاطي. ما يحتاج هذا السرير إلى رفاص جديد. مصدر فخري وسعادتي، أفضل محصول سنفرته يوما. ها هي لوحتك يا فلاح. يا للسنفرة الجميلة، إنها مدهشة. أنت نابغة فعلا يا رسام، كيف فعلت هذا؟ عرفني المايسترو على السر. المايسترو، ومن هو هذا؟ إنه فنان عظيم، التقيته عندما كنت في الغابة. إنها قصة طويلة، ولكنه أعطاني بعض الوحي يا فلاح، يعرف هذا بالوحي. لو عرفت أكثر عن الفن. حسنا، هذه لوحة رائعة، شكرا لك يا رسام. أهلا وسهلا فلاح. لعلمت أن كل الفنانين العظماء اتكلوا على الوحي، أليس كذلك؟ ماذا ستسنفر لاحقا يا رسام؟ شيئا يتطلب تحديا أكبر، فكل فنان عظيم يحتاج إلى موضوع عظيم. موضوع عظيم؟ لابد أنه أنا. سأعود لترسمني بعد أن أرتب جمالي يا رسام، علي أن أبدو مذهلا. موضوع يستحق أن يكون تحفة فنية. مرحبا رسام، أما زلت تبدع في لوحاتك؟ طبعا بابا سنفور، والآن أفضل من أي وقت. استمر في ذلك، التمرين سيجعلك ممتازا. لقد وجدتها في لوحة التالية، سأرسم و... لا، يجب أن أبقى الأمر مفاجأة. أرأيتما؟ هذا ما كنت أقوله، الوحي هو سر النجاح. سيصر بابا سنفور عندما سيرى هذه اللوحة. وأخيرا انتظرت 200 عام هذه اللحظة، أسرع يا صغيري. كم هي جميلة. تذكرت، يجب أن أضع زهرة في شعري. بابا سنفور، أتساءل إن كان طعم كعكتي مسنفرا كما شكلها. من الأفضل أن أتناول قطبة صغيرة جدا لأتأكد. بابا سنفور، عمل؟ أين أنا؟ لابد من أن هذا كان كابوسا. أين هو سريري؟ بابا سنفور، تغذي يا ثماري الصغيرة، حان دورك الآن يا ثمرتي الجميلة. اختفت، أفضل نبتة عندي سنفرت. بابا سنفور، لا لم أنتهي بعد. لا تشبه هذه الرسمة بابا سنفور، يا ليته كان هنا الآن واقفا أمامي. لكن هذا سيفسد مفاجأتي. أجل، هذا مسنفر أكثر. بابا سنفور، اختفت أفضل ثماري. أجل، وسريري أيضا يا بابا سنفور. وكعكتي اختفت بعد أن رسمها رسام. وسريرتي مباشرة بعد أن رسمها رسام. اهدأوا قليلا يا سنافري، هل رسم رسام صورا لكل هذه الأشياء؟ أجل، وهذا كل ما بقي لي من سريري الجميل. هذا غريب، غريب جدا. أخبرني الرسام أنه سنفر في الغابة شخصا ما يعرف بالمايسترو، قال أنه أطلع رسام على سر. مايسترو؟ هل قلت مايسترو يا فلاح؟ هذا صحيح، بابا سنفور أخبرني رسام بأن مايسترو أعطاه الوحي. وأين هو رسام الآن؟ يعمل على لوحة جديدة بابا سنفور، لكن علينا أن نردعه. من المفترض أن تكون هذه مفاجأة، لذا انتظروني. والآن سأضع اللمسة الأخيرة. رسام، توقف عن الرسم. توقف. إن أردت هذا بابا سنفور، ولكن لماذا؟ ماذا تسنفر؟ يجب ألا ترسم لوحة أخرى بهذه الألوان، إنها خطيرة جدا. ولكن بابا سنفور، منذ أن استخدمتها بدأت لوحاتي تسنفر بالحياة. أجل، انظر مثلا إلى هذه اللوحة، كان يفترض أن تكون مفاجأة، ولكن بابا سنفور، أين أنت يا بابا سنفور؟ أنا هنا، أنا. لا، لا تقلق يا بابا سنفور، سيساعدنا المايسترو على إخراجك من هنا، آمن ذلك. لا، لقد اختفى المايسترو.
على العكس تماما، لن أرحل من هنا من دون ألواني. لا شيء سيردعني الآن. ولكن يا مايسترو، أخبرنا ماذا سيحل ببابا سانفور؟ أجل، هذا مؤسف. بعد بضع ساعات من الآن صورة صديقكم الصغيرة ستبقى هكذا. إلى اللقاء. علينا منعه يا بابا سانفور. ماذا سنفعل؟ ليس هناك إلا شيء واحد لفعله. مايسترو، ماذا هناك الآن؟ سوف يكون شرفا عظيما أن تسنفر لنا شيئا من عبقريتك يا مايسترو. حسنا، إن أصررتم أرشدوني إلى الطريق. خلت أنهم لن يطلبوا هذا. تذكروا يا سنافري أن عليكم الاستمرار في مدح الفنان. والآن يا شاطر، سنفرني داخل مختبري بسرعة. هل تريد رؤية مشغل مايسترو؟ فكل ما تريده أطلبه فقط. آمل أن تبقى على العشاء يا مايسترو، لأنني سأسنفر مائدة فخمة على شرفك. قد أجد شيئا هنا يستحق أن أرسمه في النهاية. علينا إعادة سنفرة ما استعمله مايسترو في ألوانه. والآن يا شاطر، افعل ما أطلبه منك. لكن بابا سانفور، ماذا يفترض بي أن أفعل؟ لمهمتك أهمية كبرى يا مفكر. عليك إلهاء مايسترو حتى يتمكن رسام من الانتهاء من رسمه. حسناً، سأفعل أي شيء لاستعادتك. سترى الآن الفنان العظيم يقوم بعمله. أوه، أنا متحمس جداً لأتعلم يا مايسترو. هذا مثير جداً للاهتمام مايسترو. لكنني لم أبدأ بعد. أعرف، لكن ماذا سيحصل لو مزجت الأحمر بالأصفر وسنفرت أيضاً معهما الأخضر والبنفسجي؟ هل تحصل على اللون ذاته لو سنفرت الأخضر والأحمر والأصفر والبنفسجي؟ هل قلت الأحمر والأزرق والأخضر والسنفري؟ أقصد البنفسجي؟ لا، أنا قلت الأصفر والأحمر و... هذا جيد، والآن رسام الاختبار. إليك اللوحة بابا سانفور. حتى الآن كل شيء جيد. أعتقد أننا بلغنا في استعمال المحلول السنفوري. حاول مجدداً يا شاطر وبسرعة. من الأفضل أن أذهب وأسنفر رسمة كسلان للاختبار. انظر، هذا يا تلميذي الصغير هو الإبداع الحقيقي. هل لاحظت كيف؟ أين هو؟ أين هو تلميذي؟ حسناً، كلنا نسنفر كثيراً من شرحك مايسترو، أليس كذلك يا أصدقائي السنافر؟ هل تجرؤون على السخرية مني؟ هل تريدون أن أرسم قريتكم كلها؟ أوه لا، إذن أخبروني أين هو تلميذي. إنه هناك. أوه، يا للروعة. أوه، ما هذا الجمال الذي أراه؟ أنا؟ كم أنت جميلة. أوه يا ويلي. عودي إلى هنا مهلاً. طبعاً ستكونين ملهمة الدائمة. سنرحل معاً إلى مكان يقدرون فيه الجمال الحقيقي يا ملهمتي. لا، شكراً لك، أنا سعيدة جداً هنا. مهلاً، سوف تغيرين رأيك، ستعجبك لوحاتي. لا أحد يمكنه مقاومة فني. ويريد أن يأخذني معه بابا سانفور. هذا غير كل شيء. لا وقت لدينا لسنفرة وصفة أخرى. أحضروا ألوان مايسترو العجيبة، بدلوها بألوانكم بأي طريقة وبسرعة يا سنافري. بابا سانفور، ما زلت تسمعني؟ نعم، حظا موفقا. لكن كيف سنسنفر الألوان العجيبة من بين يدي مايسترو؟ سانفورة، أين أنت يا سنفورة الصغيرة؟ أعرف كيف. أزهاري، عندي شيء أريه لك. أوه، ها أنت. أرأيتي؟ أنت جعلتني أستوحي. إنها جميلة، لكنني واثقة من أن الرسام قادر على سنفرة لوحة أجمل. ذلك المبتدئ. انظري إلى جمال هذه الأزهار. أعتقد أن بإمكان الرسام أن يسنفر لوحات أجمل. الأمر ينجح، سأحضر ألواني. أنا أفضل من ذلك المخلوق الأزرق الصغير التافه. حسناً، هناك طريقة واحدة لتثبت هذا. يصادف اليوم يوم مسابقة الفن السنوي للسنافر. مسابقة؟ وما هي الجائزة؟ من يسنفر أفضل لوحة أعد بأن أكون أنا ملهمته إلى الأبد. ولكن من سيكون الحكم؟ نحن. جيد، إذن لنبدأ. وإن خسرت سأرسمها وستختفي معي. ما هو موضوع الرسمة؟ ها هو هناك.
هذه الفراشة؟ الأمر سهل جدا. مهلا، عودي. غير معقول. توقفي، حشرة غبية. آمل أن يلتهمك ضفدع عندما تنتهي هذه المسابقة. لم أقصد ما قلته. حسنا، علي أن أرتاح. إنها فرصتنا الذهبية. والآن لنسنفر من هنا. ولكن أين هم؟ أوه، لقد أخفتني. ما الذي؟ بسرعة، يجب ألا يجدنا مايسترو هنا. ربما غفوت. ألوان مايسترو، إنها فرصتنا. ألواني، نسيت ألواني. ها قد وجدتها. تفضلي، ألوان مايسترو. جيد، تفضل رسام. ما رأيك ماذا نقول؟ أظن أنه مايسترو. لدينا رابح بالإجماع، مايسترو. رائع. والآن تعالي إلي يا صغيرة. أهلا، لن نسنفر لك جائزتك بعد. جائزة؟ طبعا، من هنا مايسترو. لكن لم تعرف مملكة السنافر يوما فنانا مصنفرا بهذه المهارة المصنفرة المذهلة. من دون أن ننسى تقنيات مايسترو المصنفرة المتطورة في الرسم. آمل أن يطيل مفكر خطابه قليلاً بعد. لا تقلقي، أعرف مفكر. عندما ينتهي أكون قد أنهيت رسمتين اثنتين. ثم شيء ما غير مصنفر، لكن لا يبدو أنني أرسم صورة مايسترو بدقة. هل هذه ألوان مايسترو حقاً؟ طبعاً رسام، أعطيتها إلى مفكر و... لا، مفكر. لابد من وجود طريقة يا رسام. لو يستطيع بابا سنفور أن يقول لي ما العمل. وكما يقول بابا سنفور، ابذلوا دوماً ما في وسعكم لأن التمرين سيجعلكم ممتازين. أظن أن هذا قد ينجح. ما يذكرني بشيء مصنفر حصل لي وأنا في طريقي لتقديم الجائزة. متى سينهي هذا الأزرق التافه خطابه؟ لابد من أن هذه اللوحة أسنفر لوحة أرسمها في حياتي. يمكنك ذلك رسام. حسناً، بدأ الأمر مصنفراً عندها، لكن أنهي خطابك، ليس عندي النهار كله. وهكذا كي لا أطيل الكلام أكثر، سيقدم الجائزة مازح. دعني لك. لا أريد أي هدية سخيفة. أين سنفورتي؟ هي. ما هذا؟ حاولت خداعي، أليس كذلك؟ سأخذ هذه الألوان وهذه لك. حسناً، أرسم. والآن تعالي يا سنفورتي، علينا أن نرحل بعيداً. أحسنت يا رسام، أحسنت فعلاً. بابا سنفور، بابا سنفور، ماذا حصل؟ سنفر رسام توّن تحفته الفنية. عاد كل شيء إلى طبيعته. أجل يا رسام، لا يتغلب أحد على الخير، هذا مؤكد. أنا جاهز الآن لتبدأ رسمي يا رسام. أنا آسف يا مغرور، عليك أن تنتظر دورك، عندي وعد علي الوفاء به. هكذا انتهيت، يمكنك الوقوف الآن يا سنفورة. آمل أن يكون الآن سعيدا مع ملهمته الأبدية. أعتقد أنه سعيد. شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك. ما رأيك في قبعتي الجديدة مغرور؟ صنعتها بنفسي. إنها تناسبك جداً يا سنفورة، تناسبك تماماً. لما أنت شاحب هكذا مغرور؟ هل من خط؟ لا، أشعر فقط بالملل، أشعر بالملل. ربما ما تحتاج إليه هو شيء جديد، هذا ينجح معي دوماً. يا لها من فكرة مصنفرة، شكراً سنفورة. أجل يا هلهو، سأقبض هذه المرة على السنافر. 6 بثرات من ضفدع نائم، 6 قشرات لأفعى نائمة، و6 وبرات من حمار نائم، والقليل من تينة عفينة مهترئة. أجل، عندما أنتهي من تحضير هذه القماشة سيتوسل إلي السنافر كي أساعدهم. وهل أساعدهم؟
طبعاً، على الأقل حتى أقبض على أولئك السنافر الزرق. 149، 150، 101، حسناً أنا قادم. خياط، عليك مساعدتي، أتوق للحصول على لباس جديد. جديد؟ هذا تحديداً ما عندي، تفضل، وعندي القياس المناسب لك، أي شيء تراه سيبدو رائعاً عليك. الآن وقد حصلت على هذه القماشة العجيبة، ماذا سأصنع منها؟ وجدتها، هذه القبعة هي ما تبحث عنه. أنا أخيط الملابس حصرياً للسنافر. لا، هذه ليست مناسبة. لا مهلاً، عندي شيء مناسب، وتذكر أن كل ملابسي مكفولة، مكفولة ضد التقلص. قد تعجبك إحدى هذه القبعات. لا، هذه ليست مناسبة أيضاً، ولا هذه، ولا هذه، ولا حتى هذه. ما كنت أفكر فيه خياط هو شيء مختلف، ربما باللون الأحمر كملابس بوسنفور. أريد شيئا جديدا ومميزا جدا. أحمر جديد مميز جدا. أخرج أخرج أخرج. ملابس سنافر بيضاء اللون وتقليدية ومميزة، هذا كل ما عندي. لابد من وجود سنفور هنا، لن يقاوم جمال هذه القبعة الصفراء. سأضع هذه المفاجأة الصغيرة في مكان ظاهر. أيتها القبعة، اسمعي ما سأقول. قطرة من الندى ستحول السنفور من الأزرق إلى الأصفر كالعصفور. لنسافر إلى هنا مغرور، أحببت فطائر أكول الجديدة، ألم تجدها لذيذة؟ في الواقع لم أتناول أي فطيرة أنا. عجباً، أجل أجل أجل، ها قد وجدتها، هذه مختلفة فعلاً. أوه مغرور، لا نعرف من أين أتت هذه القبعة، عليك ألا تسنفرها. لكن سنفورة، إنها رائعة، لا يمكنني مقاومتها، علي أن أجربها. أوه مغرور، أتمنى ألا تفعل. إنها تناسبني تماماً. ما رأيك يا سنفورة؟ أعتقد أنها تناسبني كثيراً. إنها مختلفة. أجل، إنها كذلك، أوليست رائعة؟ أوه يا لخياط لطيف، يا لها من مفاجأة رائعة. انظروا، هذه سنفورة، ومن ذاك الذي معها؟ من الواضح أنه مغرور يا غبي، لكن ما أود معرفته هو من أين حصل على تلك القبعة. عجبا يا مغرور، لم أعرف أبدا أن هذا أنت. أجل، أنت مختلف فعلا يا مغرور. ألا تحبون هذه القبعة؟ أنت مساء بابا سنفور. أنت مساء سنفورة. أنت مساء يا كسلان. يا لها من قبعة مسنفرة. من الأفضل أن أغتسل قبل الخلود إلى النوم، فالسنافر يتميزون بالنظافة. يا للسنفرة، ما هذا الشيء؟ من الطارق؟ هذا أنا، بسرعة افتح الباب. جداً، ماذا تريد مغرور؟ انظري إلى ما حصل لي. أوه يا ويلي، هل عندك شيء يخفي أثر هذه البثرة القبيحة؟ لا أعرف إن كانت هذه البودرة ستخفيها، لكنها قد تغطيها. لا 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 لا، هكذا؟ لم ينفع الأمر، أنا أبدو قبيحاً. ليس الأمر بهذا السوء، غداً نظف وجهك بالماء والصابون. قالت سنفورة إن علي استخدام الماء والصابون. عجباً، المزيد من الماء، المزيد من الماء. افتحي افتحي، عندي حساسية لبودرة الوجه. لا أصدق ذلك، إنها مصنوعة من الغبار الأزرق الشفاف. هيا مغرور، دعني أرى وجهك رجاءً. لا مغرور، كن مستنفراً. هيا، كيف سأتمكن من مساعدتك أن لم أرى المشكلة؟ عجباً، هل سأعود وسيماً كما كنت يا سنفورة؟ طبعاً ستعود كما كنت مغرور، لكن من الأفضل أن تذهب وترى بابا سنفور حالاً. حسناً، لكن سنفريه إلى منزلي.
مغرور، يجب أن تخرج. كيف سأتمكن من مساعدتك إن لم أراك؟ بابا سنفور محق مغرور، عليك أن تخرج. هل أقفلتما الباب؟ أجل مغرور، لن يسنفرك أحد. والآن أزل هذا الوشاح. هل تناولت طعاماً لا يناسب معدتك يا سنفور مغرور؟ لا بابا سنفور. هل مرضت مؤخراً؟ لا بابا سنفور. هل تنام جيداً؟ طبعاً يا بابا سنفور، كنت وسيماً جداً كعادتي حتى ليلة أمس. ما هذه؟ من أين أحضرت هذه القبعة الصفراء؟ وجدناها في الغابة بابا سنفور. اعتقدنا أنها عينة من مجموعة خياط الجديدة. سنفورة، اذهبي وجدي خياط، سنفريه إلى هنا في الحال. حاضر بابا سنفور. انظر يا هلهول، لقد وقعوا في الفخ. لن يطول الأمر الآن وأنا سأكون جاهزاً. هذه القبعة ليست من مجموعة قبعاتي. فهمت مغرور، انزع هذه القبعة عن رأسك، علي أن أفحصها مع خياط بدقة أكبر. انزع القبعة؟ لكن السنفور من دون قبعة ليس سنفوراً. مغرور. حسناً بابا سنفور، سأنزعها. لا يمكنني نزعها. ربما إن كانت القبعة رطبة سيتمكن من نزعها. طبعا، لما لم أفكر في ذلك. لا، كم أكره نفسي، أكره نفسي. لا أريد أن أرى وجهي في مرآة مجددا. مغرور، هل خرجت رجاءً؟ مضت 3 أيام. ارحلي. عليك تناول الطعام مغرور، رجاءً اخرج. قلت ارحلي. يا سنافري، استنتجت أن القبعة الصفراء التي يعتمرها مغرور مصنوعة من قماشة عجيبة. وهذه القماشة حكاها شرشبيل. شرشبيل؟ الطريقة الوحيدة لمساعدة مغرور هي أن يخيط خياط قبعة من هذه القماشة بالذات ونجعل شرشبيل يعتمرها. نجعله يعتمرها؟ يعرف شرشبيل أننا سننتقم، لذا قد يكون هذا خطيرا جدا. الآن وقد عرفتم كلكم ما العمل، أحتاج إلى متطوعين للذهاب إلى قصر شرشبيل واستعارة تلك القماشة العجيبة منه. أنت وأنت وأنت. ولكن بابا سنفور، لم نفهم كيف أن حياكة قبعة لشرشبيل ستشفي مغرور. صفة الغرور موجودة في كل واحد منا يا سنفورة، وأعتقد أن شرشبيل سيساعدنا على تحرير مغرور من هذه اللعنة، لكي يتمكن هو من تحرير نفسه منها. أنا آمل أن يكون نائما بابا سنفور. عرفت أنه بانتظارنا من هنا. سأقضي عليكم أيها السنافر المقرفون. سأقضي عليكم جميعا. من؟ ماذا؟ سنافر؟ الحق بهم يا هلهول. سأقضي عليهم. حسناً انتهيت، لكن كيف سنضعها على رأسه؟ وجدت الحل. أعطي القبعة إلى الطائرين يا خياط. هيا. أيتها القبعة، اسمعي ما أقول. بقطرة من الندى أو حبة من الفول سيحول العصفور لون شرشبيل إلى الأزرق كالسنفور. شرشبيل، افتح الباب. سنافر؟ لا 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 لا، لا أستطيع نزع هذه القبعة السخيفة. شرشبيل، إذا ساعدتني سأساعدك. أبداً. كما تريد. بابا سنفور انتظر، إن وعدت بمساعدتي عندها سأساعدك. علينا صنع العلاج من عسل 100 نحلة. لا مشكلة. ونشارة من خشب شجرة الدراك. لا مشكلة. ومع القليل من توت السنافر المعصور. لا مشكلة. هل تعدني بإحضار العلاج؟ أعدك بذلك شرشبيل.
اخرج يا مغرور، عندي الدواء المناسب لكي تشفى. أوه، من الجميل أن أعود كما كنت. ارحل من هنا، ارحل من هنا. انظر يا هلول، أليس هذا رائعا وعظيما أيضا؟ من الجيد أن أعود كما كنت. من المسنفر جدا أن نراك مجددا مغرور. سنفورة، من المسنفر أن يراني الآخرون. أنا أكره أن يراني أحد. لنرى الآن ماذا سأرتدي. أجل أجل، هذا سيفي بالغرض. ابتعد يا هلهول، وبرك يلتصق بأجمل نداء عندي. أنا شرشبيل، سأكون الأنجح في مؤتمر أصحاب القوى، بخاصة عندما أريهم سنفورا حقيقيا حيا. هذه رسالة من المؤتمر، لا بد من أنها دعوتي. لست مدعوا إلى المؤتمر، ولا نريد رؤية أي سنفور، لأنه لا وجود للسنافر إطلاقا. لا وجود للسنافر، لا وجود للسنافر. سأري أولئك الشكاكين سنفورا أو اثنين. تماماً كما توقعت، سيصبح القمر بدراً هذه الليلة. عندها وليوم كامل، كتاب التعاويذ سيستجيب لأوامري. لست مدعواً إلى المؤتمر، ها؟ سأريهم، لن أجلب فقط معي سنفوراً إلى المؤتمر، بل سأطير إلى هناك. ها هو كتاب التعاويذ العظيم. يا كتاب التعاويذ العظيم، في صفحاتك أسرار شهية. استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. ماذا تظن نفسك فاعلا يا صاحب القوى الأحمق؟ أيها الكتاب العظيم، إنها المرحلة الأخيرة لاكتمال القمر، ويحق لي بيوم كامل للتمني. هل تعلم كم الساعة الآن؟ في النهار، يعني في النهار أيها الغبي. عد عند الفجر. الفجر؟ لكنني... استمتع بنومك أيها الكتاب. كتاب معتوه، ولكني سأصبر، لأنني قريبا سأحلق عاليا. اهدأوا، قلت لكم أن تهدأوا. وماذا عن زميلنا شرشبيل؟ لا تقلقوا أيها السادة، بعث إليه لينور برسالة. لن يحضر شرشبيل هذا الاجتماع أبدا. والآن لنبدأ محاضرتنا الأولى. سيتحدث مارادار الرائع عن تقنيات جديدة في تحويل الأمراء إلى ضفادع. صباح الخير كسلان، حان الوقت لتستيقظ وتسنفر. النوم باكراً والاستيقاظ باكراً، يم يم، يعطيانني لسنفرة فطائر وقتاً كافياً. وأخيراً، إنه الفجر، لنبدأ العمل. هل نفعل؟ قلت لك استيقظ. هيا قل التعويذة أيها الوقح. حسناً حسناً أيها الكتاب العظيم، في صفحاتك أسرار شهية. استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. حسناً أيها البشري المغفل، قل لي ماذا تريد. أريد امتطاء أكبر عصفور في الكون. استمع إلي جيداً أيها المجنون الغبي، أرسم على الأرض هذه النجمة الخماسية، ضع حولها ضفدعاً صغيراً وشموعاً ذهبية. قف وأصابع رجليك على أنفك، كرر ورائي لتحصل على أمنيتك. جبل، بحر، أرض، سماء، غابات رارة إيفس لن تعرف الجفاء. جبل، بحر، أرض، سماء، غابات رارة إيفس لن تعرف الجفاء. حسناً حسناً، الآن ابدأ الطيران. طير، أنا آمرك، طير. لا لا لا، قف قف. نجدة، واو، قف قف. أوه.
عجباً، ما كان هذا؟ أنا لا أعلم، يبدو لي وكأنه شرشبيل. قلت لك توقف النجدة، عد صدفنا في طريقنا سنافر. أيها الغبي توقف. إليكم الآن هذه العصا العجيبة العصرية غير القابلة للكسر. أو يا لها من تحفة فنية يا ساجوت، إنها جميلة. ما هذا الصوت؟ عجباً، إنه ذلك الغبي شرشبيل. قلت توقف. ماذا يفعل هنا؟ ارحل من هنا شرشبيل. واخذ معك أيضاً سنافرك الخيالية شرشبيل. ولا تعود أبداً. لم تروا بعد ما أنا قادر على فعله. لقد سخروا مني، ولكنني سأنتقم عندما أريهم كيساً مليئاً بالسنافر. سأنجح هذه المرة. يا كتاب التعاويذ، في صفحاتك أسرار شهية، استيقظ لشرشبيل وقواه الخفية. لما لم تعطني طيراً يمكنه الطيران؟ لأنك لم تطلب. والآن أيها البشري الغبي، أخبرني بما تريده حقاً. أريد أن أطير وأن أحلق كعصفور كبير فوق الغابة، وأجد قرية السنافر، وأنقض على هؤلاء الأشقياء الصغار. رجاءً أخفض صوتك أيها البشري المجنون. حسناً، قم بما أقول. على الأرض أرسم دائرة وانثر رائحة ضربان على السترة. هذا مقرف. على رأسك الفارغ قف، وذراعيك الضعيفتين مد، وردد من بعد ما أقول. وتشمت، أريد خيطا في إبرة. وتشمت، أريد خيطا في إبرة. خنفساء تطير أخف من الشعرة. خنفساء تطير أخف من الشعرة. بإمكانك الآن التحليق كطائر إن اتبعت تعليماتي بحذافيرها. والآن ثبت دولاب الآلة جيدا، وأدر الأشرعة إلى الجناح. كتة تنتهي، كتة تنتهي. تحضر للطيران يا هلول. السنافر لا يعرفون ما ينتظرهم. نجح الأمر، أنا أطير يا كرة الوبر الخائفة، أنا أطير. أنا قادم أيها السنافر، أنا قادم يا أصحاب القوى، أنا قادم. ما هذا؟ يبدو أنه طائر كبير. أبقي رأسك ثابتاً غبي. يبدو أنه طائر مريض. لا تتحرك. هذا الطائر يشبه شرشبيل. لا، ليس شرشبيل. أي شرشبيل؟ أجل أجل يا هلول، أجل رأيتهم. إنهم السنافر الصغار المقرفون، سيصدق الشكاكون الأمر. بابا سنفور، ماذا سنفعل؟ لا نملك الكثير من الوقت يا سنافري. شاطر، أحضر المنجنيقة بسرعة. لكن يا بابا سنفور، لا نملك ذخيرة، ومن دون ذخيرة ما سنفرة المنجنيق إن لم يكن. لكننا نملك ذخيرة. أقول سنحتاج إلى فطائرك. في الحال بابا سنفور. إلى الأسفل قليلا، إلى الأسفل. توقفوا. أطلقوا فطيرة، أطلقوا أخرى، وثالثة، ورابعة، وخامسة، وسادسة. هذا سيلقن شرشبيل درسا لن ينساه. جيد، أنني سنفرت الكثير من الفطائر. لا تتناول كل الذخيرة يا أكول، نحتاج إليها في حال عاد شرشبيل. هلول، لقد تجاوزنا القرية ولا يمكننا أن نستدير بهذه الآلة. لم تصمد هذه الآلة. في الكون كوكب واحد هو كوكب الأرض، وتدور الشمس حوله، وله قمر واحد مصنوع من الجملة الزرقاء، في حين أن... ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ إنه ذلك المغفل مجدداً، شرشبيل السخيف. شرشبيل لن يستسلم أبداً، سترون، سترون. ولا تعود أبداً. أسرار كبيرة وشهية. استيقظ لشرشع. ماذا هناك الآن أيها المتذمر؟ أريد آلة طائرة أخرى لا أشغلها بقدمي، وسريعة كفاية لتفادي الفطائر الطائرة.
إذن قم بما أمرك به أيها الغبي. استمع أيها الكتاب، اكتفيت من أوامرك، أريد وسيلة سهلة للطيران. أنت غبي وعندي البرهان. غابت الشمس أيها الأبله الكسلان، ومع غياب الشمس ينتهي النهار، وهكذا سلطتك علي أيضا تنهار. لكن مهلا، هذا ليس عادلا، لم أحصل على ما طلبته، أريد وسيلة سهلة للطيران. أوه، لست كتابا مهما جدا، سأجد وسيلة لأطير بنفسي. زيت النبتة البراقة، مسحوق حشرات سريعة، غبار الفحم، قطرات من نبتة العلائق، والآن غشة صغيرة من ما هذا؟ السائل يغلي بشدة. ما هذا الصوت؟ لا أعرف، لكنه يشبه صوت شرشبيل. حسناً، انتهيت من رسمك يا غبي. انظر، ما رأيك؟ يا للهول، لا أعرف، إنه يشبهني قليلاً. انظروا، إنه المجنون شرشبيل، ألن يتعلم أبداً؟ إلى اللقاء يا صاحب القوى المبلل، لقد انتهى المؤتمر. لكن مهلاً، السنافر موجودون فعلاً، وسأجلب لكم واحداً، أحتاج إلى الوقت رجاءً. حظا موفقاً في السنة القادمة شرشبيل. لا تتصل بنا، نحن سنتصل بك. وإذا لم تنجح من المرة الأولى، استمر في المحاولة. انتظروا حتى السنة القادمة، انتظروا، سوف أريكم. بالكاد أطيق الانتظار. هذه واحدة. أجل، أنا واثق من أنها واحدة. عجباً 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 عجباً. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور. كنت على حق بابا سنفور، كنت على حق، إنها آتية كما قلت تماماً، وأنا رأيت أول واحدة. أنا سعيد لأجلك سنفور حالم، اذهب إلى النوم الآن، علينا أن ننتظر بعد 3 أيام والكثير من العمل غداً. طابت ليلتك. طابت ليلتك بابا سنفور. السنافر، كم أكرهكم، كم أمقتكم أيها السنافر. من؟ أين؟ ماذا؟ مرحبا مرحبا، هل من أحد هنا؟ من الطارق؟ ماذا تريد؟ يا للهول، 3 أيام أخرى، يا له من انتظار طويل طويل طويل. وأخيرا وصل، أخيرا، انتظرت وقتا طويلا طويلا طويلا. أعتذر منك كثيرا يا سيدي، لكن حقول آسيا الوسطى بعيدة جدا، كما أن الرحلة طويلة جدا، صدقني. ولا بد من أن رحلة العودة ستكون طويلة. وأخيرا الهول، بعد طول انتظار. لا 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 أيها الطفل صنفور. أجل، يبدو هذا مصنفرا مثلي أنا. أو لا لا أيها الطفل صنفور، ستتأذى. بقي يومان وأمامي بعد 73 منزلا لأزينها. قصيدة إلى النجوم. مرة كل 12 سنة تأتي تلك النجوم الطائرة مسرعة تمضي، عندها نحتفل، لكننا الآن ننتظر، وبتلك النجوم الجميلة كلنا نفتكر. بعد يومين فقط تلك النجوم ستأتي، تلك النجوم الطائرة مسرعة تمضي، وينتظرنا الكثير من العمل. التعليمات. لكن 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 الحمقى، إنها مكتوبة بالتيبيتية، علي ترجمتها وأنا مشغول جدا. شاطر، الحمد للسنفرة، لقد تذكرت وعاء المشعري للاحتفال. الحمد للسنفرة، لقد تذكرت ما زينة. أنا أكره الزينة. بنت بنتي، رائحة نتنة. أجل، انتهيت من الترجمة، ظهرت نجمة المساء، ولا وقت لدي وعندي عمل كثير.
أوغياما، المس هذه البيضة واجعلها كريهة. أوغياما، هر وبيجاما، المس هذه البيضة واجعلها كريهة. عجبا، يوم واحد بعد على الانتظار، يوم واحد فقط. أنت محق، يوم واحد فقط. يقول بوبا سنفور إن كل شيء يجب أن يكون جاهزا قبله. نحن نعرف مفكر. أعرف أنكم تعرفون، لكن بصفة مساعد بابا سنفور الشخصي يجب أن... أو يا سنافر، يا سنافر، انظروا إلى هذا. ما نوع هذه البيضة يا مفكر؟ حسناً، من الواضح أنها... أو لا لا لا، ليست كذلك. حسناً، قد تكون... أو لا لا، ليست كذلك. حسناً، مهما كانت، أنا وجدتها. أنا أكرهها. أو انتظروا حتى يرى بابا سنفور هذه البيضة، لاسيما حين أخبره بأنني أنا من وجدها. ليس بعد، ليس بعد، لكن قريباً. لا حالم، أنا لم أرى شيئاً كهذا من قبل. على الرغم من خبرتي الطويلة كمحب للبيض ومراقب للطيور، لم أرى يوماً بيضة مغطاة بالنجوم. النجوم؟ نعم، النجوم، من هناك جاءت، لقد جاءت من النجوم، جاءت من كوكب آخر. أجل، النجوم، أنا أسألكم، لما لا تكون تحية من نجوم كوكب آخر؟ لا تبالغ كثيراً يا حالم. لكن يا بابا سنفور، قد تكون هذه علامة لعصر جديد. قد تكون هذه البيضة أرسلت لنا خصيصاً من كوكب سنفوري أعظم مما نظن. يا للقرف، أنا أكره القرف. أكره أن يلاحقني أحد. وأخيراً، أتشم الرائحة هالهول؟ إنها تذكرني برائحة كانت تعبق في مطبخ أمي عندما كنت صغيراً. تعال هالهول، لقد نجحت خطتي. تحرك، لدينا عمل نقوم به، سوف نتبع تلك الرائحة. لكن لما علي أنا أن أجففه؟ أعطوني سبباً واحداً لأقوم أنا بتجفيفه. لأنك من وجده. أتظن أن هذا سينجح شاطر؟ من الرائحة أقول لا. أو لا، لن ننجح. رائحة نتنا أكثر من السابق. مذهل. مؤسف أن تكون رائحة الصغير ناتنا، لأنه حيوان أليف ولطيف. أفهمت، انظر إلي. تفتح فمك هكذا، بعدها تضع فيه قطعة من هذه الأطايب هكذا، انظر. لا، هل أنت واثق؟ انظر، سأفعل هذا مجددا. عليك أن تأكل شيئا، وهذه لذيذة. حممناه أيضا، لكن هذا لا ينفع بابا سنفور. حتى مع كمية الماء الهائلة التي سكبتها عليه. بابا سنفور، هو لم يتذوق قطعة واحدة حتى من كعكات لذيذة. إنه صغير ليعتني بنفسه بابا سنفور. رائحته نتنة لدرجة أن عنب فلاح صار مخللا. وفسدت آخر قطعة كاستر داندي. بالفعل بابا سنفور، حتى هذه الأقنعة ما عادت تنفعنا. ألا يمكننا فعل شيء بابا سنفور؟ حسنا يا صغاري، سأرى ما يمكنني فعله. أصبحت الرائحة أقوى هالهول. قريباً، قريباً سنصل إلى قرية السنافر التعساء. وعندما... هالهول؟ 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 تعال فوراً! هالهول؟ قلت لك أن تأتي إلى هنا! هالهول؟ أنت لا تطيعني أبداً! آمل أن ينجح هذا في إزالة الرائحة. استعملت الكثير من محلول السلامندر. اقتربنا من الرائحة أكثر. والآن لنأمل أن يعمل هذا القناع. إنه يعمل، إنه يعمل. لا أشم إلا رائحة توت السنافر. إنها أقوى الآن. تابع الشم هالهول، نحن نقترب. شرشبيل. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور.
إنه قناع مسنفر جدا يا شاطر. شكرا بابا سنفور، وهو يعمل أيضا. المشكلة الوحيدة أن عندنا قناعا واحدا ونحن 100 سنفور. حسنا، إلى أن نجد حلا آخر ابدأ صنع المزيد منها. بابا سنفور، بابا سنفور، شرشبيل إنه متجه نحونا. شرشبيل؟ لكن كيف يعقل هذا بابا سنفور؟ المخلوق شرشبيل يتبع رائحته. مفكر غبي، أبعد هذا المخلوق عن القرية وبسرعة. حسنا بابا سنفور، هيا بنا يا مفكر. من هنا أيها الزائر الصغير. تعال إلى هنا يا صغير، تعال إلى هنا، إلى هنا. خذ هذا قد يساعدكما. شكرا بابا سنفور، سيساعدنا حتما أنا متأكد. هيا يا صغيري انظر إلى هذا. هذا هو الحل. غضبان، أنت من سيأخذ المخلوق بعيدا عن القرية. أنا أكره أن أفعل هذا بابا سنفور. أعرف غضبان، لكنك أملنا الوحيد. خذ يا غضبان، بإمكانك استعمال هذا، سيفيدك. حسنا قليلا. يجب أن أسرع من أجل سلامة غضبان كي لا يمسك به شرشبيل. يشم شما، رائحة ذو رائحة، رائحة قوية. لا 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 لا، في مكان ما، يوجد في مكان ما. من هنا هلهول. نكاد نصل هلهول، أنا أشم ذلك. من هنا، من هنا. حفر، حفل، حق، حقل، حقل، حقل في آسيا الوسطى، وجدتها. يا للهول، علينا أن نجد غضبان والمخلوق الصغير في الحال. لا وقت نضيعه. منسجم، أطلق البوق. حاضر بابا سنفور. علينا أن نعود أدراجنا. من هنا هلهول، إنها تصبح أقوى. لا 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 لا، من هنا هلهول. اقتربنا، فالقرية لا يمكن أن تكون بعيدة. تعال هلهول، سنصل قريبا إلى هناك. أنا أكره الركض. سيموت من الوحدة والجوع إن بقي هنا يا سنافري. أنا واثق من أنه سيكون أكثر سعادة مع أبناء جنسه. أحسنت يا غضبان، من الأفضل أن تنطلق أيها الطائر، عندك مسافة طويلة لتجتازها. وداعاً، وداعاً. أنا أكره الوداع. قريباً هلهول، قريباً، وإن أحسنت التصرف ستنال نصيبك. أنت لا تجيد حتى أن تجد فأراً في مصيدة أيها الهر النتن. قطعنا كيلومترات قبل أن تفقد أثر الرائحة، لكنني لم أفقده. يقع العمل كله علي، كله علي، علي، علي. الآن يا حالم. حان دورك الآن لتتمنى غضبان. أنا أكره التمني. إنه دورك غضبان. أنا أتمنى أن يصل الصغير النتن سالما إلى وطنه. أنا واثق من ذلك غضبان، أنا واثق تماما. اثنان فاصلة ستة من مخالب الخفافيش، 3.9 من بذور الهندباء البرية، 17 من سؤلول حيوان وحشي، ورشة من نبتة صاحبات القوى. كن حذرا يا مفكر، قد تكون هذه أهم وصفة أسنفرها في حياتي. عجبا يا بابا سنفور، ما هذه الوصفة؟ إنها وصفة الاختفاء العجيبة، بواسطتها يمكننا خداع شرشبيل إلى الأبد. لسوء الحظ، هذه الوصفة بالذات تتطلب معايير دقيقة ووقتا مناسبا و... انتبه أكثر إلى النبتة صاحبات القوى يا مفكر. لطالما قلت إن أفضل طريقة للتعلم هي التجربة والأخطاء. في الواقع الخطأ هو الذي يزعجني. 2.6 من مخالب الخفافيش، 3.9 من بذور الهندباء البرية، 17 من سؤلول حيوان وحشي، ورشة صغيرة جدا من نبتة صاحبات القوى. هاي حذاري غبي. رد علي يا غبي، هل أنت بخير؟ أشعر بدوار بسيط يا مفكر. سيكون بخير، لكن ملاحظاتي تبعثرت بالكامل.
ولم تعد ذاكرتي قوية كالسابق، حتى إنني لا أذكر مكونات الوصفة الأساسية. أنا أذكرها يا بابا سنفور. حقا؟ وصفة الاختفاء 2.6 من مخالب الخفافيش، 3.9 من بذور الهندباء البرية، 7 أعشار من ثؤلول حيوان وحشي، وبعدها رشة من نبتة القوى. بل رشة صغيرة من نبتة صاحبات القوى. ذاكرتك قوية، كيف تذكر كل هذا؟ يبدو أن الانفجار قد غير ذاكرة غبي، وإن كان هذا صحيحاً يمكنني إعادة تركيب الوصفة. حسناً يا بابا سنفور، لكن لو طلبت رأيي أرى أننا نخاطر بالاتكال على ذاكرة غبي. لا تقلق مفكر، سأعيد الوصفة الآن. لكن يا بابا سنفور، إن كنت محقاً فإن ذاكرة غبي ستجعل الأمور هنا مسنفرة أكثر بكثير. الدبس هلهول هو المكون الأساسي للفخ الذي أصنعه. أخيراً اكتشفت الحل للتفوق على السنافر الأغبياء. آمل أن يمر بضعة سنافر من هنا. لن يلصقهم الدبس في مكانهم فقط، بل سيجعل طعمهم أطيب. حسناً، هذا سيفي بالغرض. إمكانية كوني غبي على حق تفوق كل الإمكانيات الممكنة يا بابا سنفور. ها؟ أين هو؟ أنا هنا يا سنافري. نجحت وصفتي بامتياز. مفكر، لقد اختفى بابا سنفور. أرى هذا بوضوح. ولو صحت نظريتي بإمكان غبي حفظ كل المعلومات المهمة للسنافر، هكذا لن تضيع منا أي معلومة، وستكون متوفرة لنا دائما عندما نحتاج إلى سنفرتها. سنبدأ بأهم وصفات العجيبة، سأقرأها وأنت ستحفظها في ذاكرتك المذهلة الجديدة. بابا سنفور لم تعد خفيا. هذه الوصفة تدوم فقط لفترة قصيرة، لكن بفضل قدرتك الجديدة يمكنني تحضير وصفة أخرى متى أردت. والآن لنبدأ بالشعوذات الأساسية. كل شيء جاهز هلهول، ما إن أسحب حبل فخ الدبس هذا حتى يصبح السنافر التافهون ملكي. هذا القرن سيدلني على مكانهم. اسمعوني جيداً، اسمعوني، فليجتمع الكل في ساحة القرية من أجل إعلان سوف يلقيه بابا سنفور. هيا بنا نذهب. حسناً يا سنافر الصغار، وأخيراً لقد نجحت وصفة الاختفاء خاصتي. لكن علي أن أعترف بأنني ما كنت لأنجح من دون مساعد الأمين. اعترف بجميل الآخرين كما أقول دائماً. طبعاً ينتظر الجمهور مني إلقاء خطاب. أقدم لكم سنفور غبي. مرحباً يا سنافر. انفجار في مختبري جعل غبي بطريقة ما يحصل على الذاكرة المثالية. لن أنسى ما حصل أبداً. ويمكن لموهبة غبي الجديدة مساعدتنا. سبق وحفظ كل الوصفات العجيبة، بما في ذلك يا سنافري وصفة الاختفاء. ويمكنه حفظ كل معلوماتكم. شاطر؟ يمكن لغبي حفظ كل خرائط مبانيك. تبدو هذه فكرة بناءة بالنسبة إلي. فلاح، دع غبي يطلع على كل أوقات الزراعة عندك. كان هذا أكثر ما يقلقني، متابعة سجل لكل نباتاتي. شاعر، سيحفظ لك قصائدك كلها. هكذا ستحفظ لكل الأشجار القادمة. أقول، سلمه كل وصفاتك. كعكاتي، فطائري، ومعجناتي. وسنفورة، دعي غبي يصنف كل أنواع أزهارك. هكذا أنهي كل أعمالي خلال ساعتين. يا لها من سنفارة، ذاكرتنا مدهشة، نسنفر أعمالنا للأجيال بعدنا. يا لها من سنفارة، ذاكرتنا مدهشة، نسنفر أعمالنا للأجيال بعدنا. يا لها من سنفارة، ذاكرتنا مدهشة. ماذا أفعل؟ الصوت بعيد، لابد من أنهم السنافر الزرق المقرفون. جيد، توقفوا عن الغناء. كنت بدأت أشعر بالغثيان. على الأقل نعرف أنهم قريبون منا. لن يطول الأمر قبل أن يمر أحد هؤلاء التعساء من هنا، وما إن أقبض عليهم بفخي الدبسي سيغنون في صحني. بعدها سنسنفر يوما جديدا،
وهكذا يكون مستقبلنا جميلا. بعدها سنسنفر يوما جديدا وهكذا يكون مستقبلنا جميلا. عجبا يا شاعر، إنه شعر رائع. ماذا يعني؟ ليس عليك أن تسأل كل هذه الأسئلة، كل ما عليك فعله هو أن تحفظ القصائد. صحيح، كدت أن أنسى. كوب من الطحين الأبيض وبيضتان طازجتان من عصفور أبو الحن. كوب من الطحين الأبيض وبيضتان طازجتان من عصفور أبو الحن. هذا كل شيء من وصفات فطائر التفاح حتى يخنت الكوسة على طريقة السنافر. نرجس، أقحوان، هندباء برية، ونباتات مزهرة. هل يمكننا أن نرتاح قليلا يا سنفورة؟ طبعا، هل أنت بخير أبي؟ رأسي يكاد أن يسنفر. ليس مسلياً أن يكون المرء عبقرياً. فكر فقط في كل الأعمال التي ستوفرها على السنافر. لقد حفظت كل الأشياء المهمة لنا، بما في ذلك وصفة بابا سنفور للاختفاء. وصفة الاختفاء؟ هل سمعت ذلك؟ هذه الوصفة ستجعل حيلة فخ الدبس خاصتي تتضاعف أهميتها. أصبحت سنفوراً مهماً غبي، لكن إن لم تكن سعيداً. أمسكت بكما. سمعت أنك حفظت وصفة بابا سنفور، هل فعلت؟ عندي أساليب تجعل السنافر يعترفون. بابا سنفور، بابا سنفور. حسناً، نجح الأمر فعلاً. علي جعل غبي يساعدني على سنفرة المزيد. بابا سنفور، كنت أبحث عنك في كل مكان. أمسك شرشبيل بغبي وسنفورة. ماذا؟ وهو يعرف أن غبي حفظ وصفة الاختفاء. لو طبق شرشبيل هذه الوصفة لن نعرف بقدومه أبداً. قوي، فلاح. والآن لنجعل هذا الغبي يغرد كالعصفور. لا أحد يقاوم وصفتي للبوح بالحقيقة. أنا أدعوها حمام الثرثرة. حمام الثرثرة؟ لا تطلعه على شيء غبي. حسناً أيها الثرثار، أخبرني بكل شيء. ولدت منذ زمن بعيد جداً. أوه، هل عليك أن تبدأ من البداية؟ أذكر بعدها يوم حاول شرشبيل تحويل بابا سنفور إلى ضفدع كبير. امتلأ عندها جسم شرشبيل السخيف بالثقلول لعدة أشهر. أسرع في الكلام، أسرع في الكلام. آمل أن يقع عليك جبل أيها الشرير العجوز. ما إن أحصل على وصفة الاختفاء، سأخطط للاحتفال بتناول سنفور على العشاء. كم بقي أمامنا بعد يا بابا سنفور؟ وفر كلامك، إن تأخرنا كثيراً سيحصل شرشبير على الوصفة التي بحث عنها طوال حياته الفاسدة. حسناً، إذن وصفة الاختفاء: 2.6 من مخالب الخفافيش، 3.9 من بذور الهندباء البرية، 17 من ثلول حيوان وحشي، ورشة من نبتة صاحبة القوى. للأسف يا سنافري، لقد حصل على الوصفة. ماذا سنفعل الآن؟ لم يبقى معي إلا 4 نقاط منها، إنها فرصتنا الوحيدة. حسناً، إليكم ما سنفعل. يا له من أمر شرير، أن أكون أنا خفياً في السرير. إذا كنت سأصبح أعظم صاحب قوة، فسأحتاج إلى الهدوء. لا تخافي سنفورة، أمسكت بك. لا تقلق بي، لن يتخلى عنك أبداً أفضل أصدقائك. هر غبي، والآن أين كنت؟ كيف تحرك هذا الكرسي وحده؟ أمر غريب، ما الذي يحصل هنا؟ مفكر، لم تعد خفياً. حسناً، إلى اللقاء شرشبيل. إذن لقد هربتم. لا يهم أيها التافهون الزرق، نسيتم أنني حصلت على الوصفة أصلاً؟ لقد نجحت وصفة الاختفاء بشكل مسنفر جداً. من الأفضل أن نعود إلى القرية ليساعدك غبي على سنفرة المزيد. أي وصفة؟ تلك التي حفظتها في ذاكرتك المذهلة القوية. أي ذاكرة؟ للأسف يا سنافري، يبدو أن حمام الثرثرة قد محى ذاكرة غبي بالكامل. شرشبيل هو الوحيد الذي يملك الوصفة. هذا ليس صحيحاً يا سنافري. كما ترون، عندما كنت خفياً أعدت كتابة وصفة شرشبيل لتصبح نصف كيلو من نبتة صاحبات القوى.
وصفة الاختفاء، مخالب الخفافيش وبذور الهندباء البرية وثؤلول حيوان وحيد. التالي، تحركوا أسرع. لا أستطيع فعل شيء، وما الفائدة؟ لا أستطيع. التالي، حسناً يا سنافر، عليكم الإسراع بالعمل. 407، التالي. لا يمكنني سنفرتها يا قوي، لست قوياً كفاية. بالطبع يمكنك ذلك. حاول ذلك. ممتاز، أحسنت. لا 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 لا. شكراً. لا أستطيع حملها، مستحيل، لا أستطيع، لا أستطيع. النجدة، النجدة، لا، لا أستطيع السباحة. أنا لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. تمسك بهذا الحبل سنفور ضعيف. لا أستطيع يا شاطر، لا أستطيع، لا أستطيع، لا، لا أستطيع، أنا لا أستطيع. سأسنفر لنجدتك. النجدة، ساعدوني، النجدة، النجدة، أنا لا أستطيع الصمود، أنا لا أستطيع. أمسكتك. فاشل، هذا ما أنا عليه، أنا فاشل ضعيف دون فائدة ولا قوة. إليك شاي ثمر السنافر الساخن. شكرا سنفورة، أنا سنفور ضعيف، سنفور فاشل بالكامل. لا تقسو على نفسك هكذا يا ضعيف. قوي جبار للغاية، يمكنه سنفرة كل شيء، وأنا ضعيف للغاية ولا يمكنني سنفرة أي شيء. ضعيف، علينا مساعدته بابا سنفور، يجب ألا يكون أي سنفور بهذا الضعف. مشكلة ضعيف هي قلة الثقة بالنفس يا سنافري، لا يثق بنفسه أبداً. عليكم جميعاً التفكير في طرق تجعله يثق بنفسه. يثق بنفسه. هكذا، خفيفة كالريشة، يا له من اختراع. هذا اختراع مسنفر. أحسنت العمل شاطر. ضعيف، هل سنفرت إلى هنا من فضلك؟ أنا فاشل وضعيف. أجل، وما الذي يأملون إتمامه بمساعدة سنفور ضعيف مثلي؟ هل يمكنك سنفرة هذه الحطبة؟ أنا يسنفرني ظهري كثيرا. نعم، وأنا أيضا. لابد أنكما تمزحان معي، كيف لي سنفرة هذه الحطبة؟ لا أعتقد حتى. مهلا، انظرا، لقد سنفرتها. شكرا لك يا ضعيف. أجل، لقد أنقذتنا حقا. ضعيف، أنت تقوم بعمل رائع، كنا نعتقد أنه تنقصك الثقة بالنفس. في النهاية سنفور مثلك لا تحدث معه أشياء جيدة، لا نتوقع منه أن يثق كثيرا بنفسه. أنا لم أواجه مشكلة كهذه من قبل، لكن لا ضرورة للتحدث بالأمر، أهم شيء أن تقوم بعمل رائع. تفضل سنفر المزيد بعد. لا مفكر، لا. أنا توقعت أن بإمكانه سنفرة المزيد. لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. ومن كان يعلم أنها فارغة؟ أنا لا أستطيع يا قوي، هيا جد سنفورا آخر، سنفورا أقوى مني كالطفل، كالطفل سنفور. يمكنك سنفرة الأمر؟ أحسنت، هكذا. يمكنني سنفرتها. النجدة، أنا لا أستطيع الطيران، لا أستطيع الطيران. تمسك جيدا يا ضعيف، سننزلك حالا. النجدة، لا
أستطيع السباحة، أنا لا أستطيع السباحة. آسف، لم تكن نيتنا سيئة. والآن لقد ضعفت ثقته بنفسه أكثر بعد. الأمر ميؤوس منه بابا سنفور. حتى أنا لا أجد أي أفكار، ذكائي المذهل لم يعد نافعاً. لا تفقد الأمل يا سنافري، أعتقد أنني وجدت حلاً. مرهم تستطيع النجاح؟ ما هو السحر الذي يقوم به بابا سنفور؟ يعطيك قوى مذهلة سنفور ضعيف، سنفر القليل منه على أنفك، عندها تستطيع القيام بكل ما تريده. علي سنفرة هذا الأمر. ستشعر بالقوى في أي لحظة الآن. هل تشعر بأنك أصبحت أقوى؟ أنا أعتقد ذلك يا بابا سنفور. أجل، أنا أشعر بذلك بابا سنفور. أنا أستطيع، أنا أستطيع. كل الأمر هو تطبيق للعلوم الفيزيائية. أنا أكره العلوم الفيزيائية. زاوية السنفور تساوي قوس علوم السنفرة. لقد نجحت، لقد نجحت. أتريدين الماء لتسقي زهورك سنفورة؟ دعيني أساعدك. ضعيف، أنا أكره السطول. نجح الأمر، فعلا نجح الأمر. بابا سنفور، بابا سنفور، نجح الأمر بابا سنفور، نجح الأمر حقا. أستطيع سنفرة أي شيء أريده. أستطيع، 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 أنا أستطيع. شاطر، سنفرها قليلا نحو اليمين وإلى الأعلى. فهمتك قوي. هل الجميع بخير؟ نحن بخير شاطر، شكرا للسنفرة. وماذا بالنسبة إلى الونش؟ سأحتاج إلى يوم كامل لإصلاحه. إذن سنخسر يوما من العمل، لا يمكننا حمل هذه بأنفسنا. بالطبع نستطيع يا قوي، بالطبع نستطيع. هيا يا سنافر، نستطيع فعل ذلك. نستطيع، نستطيع. حسنا يا سنافر، واحد، اثنان، ثلاثة. سنفرنا الأمر. أحسنت صنعاً يا ضعيف. لأنه سنفور عظيم، لأنه سنفور عظيم. سيد ضعيف، أنت النموذج السنفوري المثالي للرسم. نموذج؟ ضعيف، وضعية مسنفرة. انتظر قليلاً يا رسام. حسناً. سيد ضعيف، أنت الأقوى بين الأقوياء، سأشتهر حتما بعد رسمك. ها نحن ذا أقوى سنفورين في العالم كله، وكل هذا بفضلك أنت وبالطبع بابا سنفور. صغار، استيقظوا. علينا إنقاذ القرية. استيقظوا يا سنافر. علي المساعدة، علي المساعدة، ولا أستطيع من دون هذا. ادفعوا بشكل أقوى، هيا. علي المساعدة، علي المساعدة. ادفعوا بشكل أقوى، هيا. هيا لنسنفرها يا سنافر. ما هذا الصوت؟ الجسر، الجسر، علينا إنقاذ الجسر. علينا إزالة الحطام وإلا فقدنا الجسر. قوي، ليساعده أحد السنافر. سأساعدك يا قوي. لقد أمسكت بك، لقد أمسكت بك. اهتم به، سوف أساعد الآخرين. آه.
تحركوا يا سنافر الصغار، ستقعون في الماء. علي إنقاذهم، علي إنقاذهم. أحتاج إلى كمية أكبر من المرهم. سأنجح، سأنجح بذلك. أركض يا بابا سنفور، أركضوا يا سنافر، هيا هيا. أسرعوا يا سنافر الصغار، أسرعوا. أسرع يا ضعيف، سنفر من هناك. هذه ميدالية لشجاعتك التي تخطت كل الحدود. بابا سنفور، لم تكن هذه قوتي، حصل هذا بفضل مرهم تستطيع النجاح، أرأيت؟ أين هو؟ تذوقه يا ضعيف. مربى ثمر السنافر؟ هذا كل شيء، لا سحر، قليل من الثقة فقط يا ضعيف. إذن كان هذا أنا، فعلت هذا بقوة المسنفرة. يمكنني سنفرة أي شيء أريده، ولن أقول مجدداً لا أستطيع. أستطيع، أستطيع، أستطيع النجاح. أستطيع، أستطيع، أستطيع النجاح. أستطيع، أستطيع، أستطيع النجاح. أستطيع، أستطيع، أستطيع النجاح. لا 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 يا فلاح، عليك زرع محصولك بالتسلسل الأبجدي، الأرض شوكي أولاً ثم البروكولي وأخيراً الهليون. هذه ليست طريقة مناسبة لغسل الزجاج، لا يوجد صابون كاف في الماء، والمنشفة ليست طرية كفاية. اسمع هذه النصيحة. أنا أكره النصائح. بابا سنفور، بابا سنفور. شكراً بابا سنفور، كنت أحاول مساعدة الكل في أعمالهم المنزلية. وأرى أنك أهملت أعمالك الخاصة. تعرف مفكر أنه حان دورك لملء صهاريج المياه في سيارة الإطفاء. طبعاً بابا سنفور، يسعدني القيام بواجباتي لمساعدة قريتنا للحفاظ على جوداتها كما تقول دوماً. أقوله لك الآن يا مفكر، عليك أن تملأ صهاريج المياه. احرص على أن يكون الحبل مسنفراً جيداً. كل شيء بخير مفكر، ابتعد فقط من هنا. يبدو أن الحبل مربوط بإحكام، شاطر. لم يعد أحد يقدر جاراً خدوماً. والآن ماذا طلب مني بابا سنفور أن أفعل يا ترى؟ هل كان... لا. اقفلوا كل الأبواب، وضبوا الحبوب في المخازن، أسرعوا. أعتقد أن الطقس سيهدأ. كم نحن محظوظون لأن البرق لم يضرب أي شيء. منزلي، منزلي. حريق، حريق. أقفلوا دائرة الإطفاء. حريق، حريق. هيا ساعدونا، هيا. مفكر، ألم تملأ صهاريج المياه؟ عرفت أنني نسيت شيئاً. بسرعة، أحضروا دلاء الماء. ماذا سأفعل الآن؟ لا تقلق مفكر، سنساعدك كلنا على إصلاح منزلك. سنسنفر لك منزلاً جديداً. سنمرحه كثيراً. بما أنكم تصلحون منزلي، هل يمكنكم وضع نافذة أكبر تسمح بدخول نور الشمس؟ ما رأيك بزيادة غرفة إضافية في الخلف؟ كيف تجري أعمال البناء يا مفكر؟ على نحو جيد كما أظن، لكن أين سأنام إلى أن ينتهي العمل على منزلي؟ كما ترون، يحتاج مفكر إلى منزل يسنفر فيه لبضعة أيام. من سيتطوع منكم؟ يمكنك البقاء عندي يا مفكر. شكراً شاطر. أهلاً وسهلاً بك. والآن إليك آخر اختراعاتي، آلة لقطف الذرة لفلاح. كيف تعمل هذه الآلة؟ سأشرح لك لاحقاً، سأعود لإكمال العمل على منزلك، لكن مهما فعلت لا تلمس هذه الآلة. لا بأس بهذه الآلة، لكن قد تحتاج دون شك إلى بعض التعديلات. أرى أنه يجب أن أسنفر فقط هذا البرغي أكثر. أوه.
آلة قطف الذرة. سنفور مفكر، يبدو أنه ما زال فيها بعض الشوائب يا شاطر. أهكذا تشكرني يا شاطر؟ طبعاً يمكنك البقاء عندي يا مفكر. ما رأيك في رسمي الجديد؟ رسمها رسام خصيصاً لي. ألا يبرز الرسم جمالي الرقيق؟ علي الذهاب لتصميم ديكور منزلك الجديد. لا تلمس أي شيء، دع كل غرض مكانه، مفهوم؟ تحتاج الرسمة إلى شيء ما، وجدتها، سأضع عليها اللمسة الأخيرة. رائع، وبما أنني بدأت العمل لما لا أقوم بتحسينات أخرى؟ لا 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 لا. أو أنتظر بفارغ الصبر الجلوس في كرسي المفضل أمام مرآة المفضلة والتحديق إلى رسمة المفضلة. أو لا، منزل الجميل. ما رأيك في المنزل يا مغرور؟ أو لا 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 لا، لا يفترض أن يكون هذا التمثال هنا. يبدو منزلك الآن أكثر عصرية، أليس كذلك؟ بعض السنافر لا يقدرون الذوق الرفيع. أفسدت لي فطيرة توت السنافر يا مفكر. تحتاج إلى القليل من الملح. ياي، لقد أفسدت لي لوحتي. هذا ليس مضحكاً مفكر. أتسمي هذه موسيقى؟ أو بابا سنفور، ماذا سأفعل؟ لم يسمح لي سنفور واحد بالبقاء عنده. هذا صحيح، لن نسمح لك بالبقاء. أنت ضيف مزعج جدا مفكر. حسنا يا مفكر، بما أنه لم يعد لديك مكان تبقى فيه، يمكنك البقاء في منزلي. بابا سنفور، عرفت أنه بإمكاني الاعتماد عليك. كيف سأنام وسط كل هذا الضجيج؟ هذا مثير. ما الذي يخطط له بابا سنفور؟ أو فهمت طبعاً. مفكر، هذا أمر لا يحتمل أبداً. مفكر، حان الوقت لنتحدث أنا وأنت بشكل جاد وصارم من سنفور إلى آخر. أعتقد أن السنافر الآخرين حساسون جداً بابا سنفور. هذا ليس المقصود مفكر. عندما تكون ضيفاً في منازل سنافر آخرين، عليك السنفرة حسب قواعدهم حتى لو لم تكن تتفق معهم. لكنني حاولت فقط جعلهم يستفيدون من عبقريتي. طبعاً فعلت يا مفكر، لكن إن لم تغير تصرفاتك لن يستقبلك أي من سنافر هذه القرية عنده. حسناً، سأذهب وحدي وأعيش في الغابة، عندها سيندمون كلهم. هذا الكهف مناسب تماماً. عفواً، لم أعرف أن أحداً يعيش في هذا الكهف. لا تمانع بقائي هنا، صحيح؟ جيد، سأعتبر إذن نفسي في منزلي. أنا واثق من أنه سيكون من الأسهل العيش معك بدل العيش مع السنافر. أنا واثق من ذلك. تخيل وقاحة البعض منهم، لقد طردوني. كل ما حاولت فعله هو تحسين نوعية حياتهم. لا أصدق حتى أن بابا سنفور وقف إلى جانبهم عندما أفكر في كل تلك الأوقات التي... لما أنا الوحيد الذي يتقبل الانتقادات؟ هذه إحدى أسوأ العواصف التي شاهدتها. هل من أثر لمفكر يا سنفورة؟ أوه بابا سنفور، لم أجد مفكر في أي مكان في القرية. لابد أنه حافظ على وعده بالرحيل. رحل وسط هذه العاصفة؟ يا سنافر الصغار، علينا تشكيل فرق بحث وإيجاد مفكر. مفكر، ها أنا أجلس وحيداً وبردانا بينما ينعم السنافر الآخرون بدفء منازلهم. لما ذلك؟ ربما علي الاعتذار منهم جميعاً. أو حسناً، يمكنني تأجيل ذلك إلى الغد. ها؟ أو ربما أذهب الآن. لم نجد مفكر بالقرب من النهر، فلنبحث إذن عنه في الكهوف. هيا. بابا سنفور، بابا سنفور، انظر أثر أقدام سنافر. اتبعوني يا صغاري.
من الواضح أن مفكر رحل من هنا. تعالوا يا سنافر الصغار، من الأفضل أن سينهار الكهف. من هنا يا سنافر. أوه! بابا سنفور، بابا سنفور، هل هو بخير؟ لا أعرف. ساعدوني، سنستخدم هذا الجذع. أوه بابا سنفور، أرجوك استيقظ. أولا سأعتذر من أقول أو أقول 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 مغرور مغرور. بابا سنفور، هل أنت هنا؟ يبدو أن القرية كلها مهجورة. سنفور مفكر؟ ها؟ إيه، مرحبا يا صديقي، لقد ذهب السنافر للبحث عنك. مرحبا مفكر، أين كنت؟ أخبرني، أين بابا سنفور؟ كان يجب أن يكونوا قد عادوا، ذهبوا للبحث عنك قرب النهر وفي الكهوف. الكهوف؟ أو يا للهول، إن دخلوا الكهف الذي كنت فيه سيقعون في مشكلة كبيرة. اتبعوني، إن الجذع ينكسر. أو لا أو لا، بابا سنفور، سنفورة، هل أنتما في الداخل؟ مرحبا. أجل، نحن هنا، تأذى بابا سنفور وسيقع سقف الكهف علينا. علينا إنقاذهم، هيا يا سنافر ساعدوني. لن نزيل الحجارة في الوقت المناسب، علي إيجاد طريق آخر للدخول. جحر حيوان المرموط قد يساعدني هذا، لو أنه يقودني إلى الكهف. بسرعة بسرعة، هناك الكثير من الممرات، لن أجد الممر المناسب. ساعدني أرجوك، أصدقائي في خطر، يجب أن تأخذني إليهم. لقد فقدنا الأمل. مفكر، من هنا بسرعة، لنخرج من هنا. يا للهول، انتهى أمر بابا سنفور والسنافر الآخرين. ألا يمكنكم مساعدتنا بدل الوقوف مكتوفي الأيدي؟ عجبا، إنهم بخير. يوبي، رائع. مفكر، تفكيرك السريع أنقذنا كلنا. فكرت جيدا هذه المرة مفكر. أشكرك يا سنفورة، وهذا تحديدا ما فكرت فيه. أما أنا فتعلمت درسا قيما حول كوني ضيفا في منازل الآخرين. حقا؟ الآن وقد أصبحت بطلا حقيقيا، أتوقع منكم المزيد من التقدير عندما أحل في منازلكم ضيفا، كما أتمنى أن نكون جميعا قد تعلمنا شيئا من هذه التجربة، كما كنت أقول لبابا سنفور. يا للأسف، لم يتعلموا شيئا على الإطلاق. رسالة إلى جعلوكا. أوه، شكرا لك سيد النبيل. ادفعي تكلفة البريد سيدة. تكلفة البريد؟ تكلفة البريد؟ اقفز قريبا لزيارتي. أوه، رائع، دعوة للتنافس في مسابقة أجمل ملكات العصور المظلمة. مؤكد أن الأخريات لا يملكن أي فرصة أمامي. يا ويلي، بشرتي جافة جدا، وهذه إحدى سيئات التحدث إلى تنين. بشرتي جافة جدا. أمل أن أجد في كتاب جمال جدتي الأولى حلاً لهذا. لنرى، أظافر معقوفة، أسنان بنفسجية. وأخيراً لقد وجدتها، زيت السنافر مناعم البشرة الجافة. خذي سنفوراً واحداً وافركيه على وجهك يومياً، وعندما يختفي لونه الأزرق عليك استخدام سنفور جديد. يبدو أن رحلة إلى غابة السنافر ضرورية. هناك الكثير من السنافر الصغار في الغابة يختبئون مني. إلى اللقاء لويس. أعتذر كسلان. لا تقلقي، سأعود إلى النوم على الفور سنفورة. أكره فصل الربيع. لا 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 لا.
مفكر، هذا سنفر صباح ربيعي رأيته في حياتي. إنه كذلك بابا سنفور. علينا إعطاء جائزة إلى الطبيعة. مفكر، هذه حقا لفكرة رائعة. لما لا؟ الأم الطبيعة تستحق جائزة. حسناً يا سنافر الصغار، سأذهب إلى الأم الطبيعة لإعطائها هذه 100 زهرة كعربون عن تقديرنا لهذا اليوم الرائع. أنا أكره هذا الصوت. أنا أيضاً أراها فكرة رائعة، وكما قلت لبابا سنفور عندما يسنفر أحدهم عملاً مذهلاً كما فعلت أنا في العديد من المناسبات، عليه أن يحصل على مكافأة. تريد مكافأة؟ أنا سأعطيك مكافأة. شكراً لك يا مازح. لكن هذا لم يخطر في بالي أبداً. نعم يا غبي، كلما فكرت في الأمر اقتنعت أكثر بأن على بابا سنفور تقديم جائزة للسنفور الذي سنفر سنفرة كبيرة وساهم في عالم السنافر. لكن بابا سنفور ليس هنا. أنا من سيقدم الجائزة، سأدعوها جائزة السنفور الذهبي. ما الذي يحصل؟ اسمعوني جيداً، وأعني بذلك اسمعوني جيداً، إن مسابقة جائزة السنفور الذهبي الأولى تم افتتاحها الآن. وما هي جائزة السنفور الذهبي؟ لا أعرف، لكن علي الحصول عليها. جائزة السنفور الذهبي هي أعلى تقدير يمكن لسنفور أن يحصل عليه. وستعطى إلى السنفور الذي سنفر سنفرة كبيرة جداً وساهم في عالم السنافر. يمكنني المشاركة بحلوياتي. وأنا أشارك بالعزف. وأنا سأشارك بجمالي. أحضر كل ما ستشاركون به إلى هنا وسنصوت كلنا لاختيار الرابح. علي بدء العمل على تحفة فنية. تحفة فنية؟ يجب أن أرسمها بشكل جميل لتستحق الفوز بجائزة السنفور الذهبي. وأنا علي بدء العمل على خصيصتها وعلى حلوياتي وعلى مفاجأتي. لا يعرفون أبداً أنه لا أحد يمكنه التفوق على مساهمتي في القرية، أفضل عمل أدبي في عصرنا. كتاب أقوال سنفور مفكر. والآن يجب أن أتمرن على خطاب استلام الجائزة. أيها الخاسرون، لجعل قصتي أطول بعد، دعوني أبدأ بإخباركم القصة الأكثر روعة في كل الأزمان، قصة حياتي. أسرع أيها البطيء، لا أملك النهار كله. سوف تتحول بشرتي إلى جافة تماما إن لم أضع يدي على سنفور حالا. أرى أن آلة قطف الثمر هذه ستربح جائزة السنفور الذهبي. شاطر شاطر شاطر، لن تربح بواسطة هذه الآلة. ماذا تقصد؟ هذه الآلة الصغيرة عادية جدا. لتربح المسابقة عليك إبهار الجميع وصعقهم. لأختصر الكلام، عليك التحايل. لكنني أحب آلتي كما هي. احفظ ما سأقوله، إن أردت أن تربح عليك التحايل. التحايل؟ ماذا تقصد بقولك؟ التحايل يا صديقي العزيز هو مساهمة مميزة وملفتة ستجعلك تتميز عن كل الآخرين. التحايل؟ بدأ كل شيء عندما كنت سنفوراً صغيراً وقال لي بابا سنفور: مفكر، من أين لك كل هذا الذكاء؟ وأجبته: في الواقع يا بابا سنفور لقد ولدت هكذا. وقال: دم 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 دم، لهذه الأزهار فرصة كبيرة لربح الجائزة. سنفورة، لابد أنك تمزحين، هذه الأزهار تافهة وهي ليست جميلة. إن أردت أن تربحي فعلى أزهارك أن تكون هائلة، أو عليك أن تدهنيها بلون مذهل. لكنني أحبها كما هي. احفظي ما سأقوله سنفورة، إن أردت أن تربحي عليك التحايل. التحايل؟ التحايل. علي التحايل. 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 علي أن أتحايل، لكن الأمر لن ينجح. هذا لن ينجح أبداً. لا، هذا لن ينجح أبداً. أريد ربح جائزة السنفور الذهبي، لكن الأمر لم يعد مسلياً. لا تقلقي سنفورة، لا تملكين أصلاً أي فرصة للربح. لا أحد منكم يملكها، الرابح هو أنا بفضل مساهمتي.
كتاب أقوال صنفور مفكر، كل المعلومات تجدونها هنا، الدراما والضحك والمغامرات. إنهم يغرون فقط لأنهم يعلمون أنني سأغلبهم. سأعرض جائزة الصنفور الذهبي كتذكير دائم عن عبقريتي الواضحة. لكنني لم أقرر بعد كيف ستكون جائزة الصنفور الذهبي. عليها أن تكون شيئاً يرغب فيه كل السنافر، مثلاً ككتاب أقوال صنفور مفكر الموقع مني. لكنني أملك الآلاف من هذه الكتب. وأسفاه، ماذا ستكون الجائزة؟ جائزة للسنافر، أعطي أي شيء لإيجاد جائزة الصنفور الذهبي. ربما بإمكان العمة جعلوك المساعدة. هذه المساعدة ستقودني مباشرة إلى قرية السنافر. على هذه الجائزة أن تكون شيئاً أواسي به نفسي خلال تقلبات الحياة المريرة، شيئاً أحدق به في آخر أيامي. عجباً، من أين أتت هذه؟ ومن يهتم؟ ستكون جائزة الصنفور الذهبي المثالية. لا 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 لا، كم أن هذا مشوق. غداً مساءً ستكونين ملكي عندما سيعلنون اسمي كفائز. السنافر سيكونون ملكي، ملكي أنا وحدي. سأخبئك في مكان جميل وآمن، هكذا سيتفاجأ السنافر الآخرون تماماً. سيتفاجؤون بالفعل، سيتفاجؤون بالكامل لدرجة أنهم سيخافون جدا. أكره ارتداء ملابس رسمية. أتساءل من سيكون أول اسم أدرجه على لائحة الثياب الغريبة. مساء الخير صنفور غضبان. أتساءل من سيكون التالي. عجبا يا كسلان، إن أردنا الوصول لاستلام الجائزة في الوقت المناسب علينا أن نسرع. ولما نركض إن كان بإمكاننا المشي؟ ولما المشي بينما يمكننا الجلوس؟ ولما الجلوس بينما يمكننا الاستلقاء؟ ولما البقاء مستيقظين بينما؟ التحايل. يا للتحايل. لقد أفسد التحايل آلتي المصنفرة. وأزهاري وقبعتي وتحفتي الفنية. لكن كل هذا التحايل يستحق لو أن التحايل تحايلي أنا سيجعلني أربح جائزة الصنفور الذهبي. أنا متحمسة لرؤية جائزة الصنفور الذهبي. وأنا متحمس لرؤية من سيربح. الرجاء الانتباه جميعاً، الرجاء الانتباه، قلت لكم أن تنتبهوا. وهذا ما أحاول الحصول عليه، انتباهك، هكذا تعلنني الفائز. أحسنت القول يا منسجم. أنت مذهل يا منسجم. كما كنت أقول لكم، اقترب موعد التصويت. داخل هذه العلبة الجائزة التي كنا جميعاً نسعى وراءها، جائزة الصنفور الذهبي. عجباً، أنا متحمس جداً لرؤية ما هي. وأنا متحمسة لجعلكم تكتشفون الجائزة. حسناً يا سنافر، ألقوا نظرة آخرة على كل المتبارين وصوتوا للصنفور الذي تفضلون. حسناً يا أصدقائي، لقد حان الآن وقت التصويت. ليربح أفضل صنفور، وليكن الرابح أنا. أنا أنا يا بي أنا 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 لا أنا سأكون الفائز. قبعتي مميزة جداً ومصنفرة صنفرة غريبة. أنا سأكون أسرعوا. حسناً يا أصدقائي، أدلى الجميع بأصواتهم. سأعدها في منزل الهادئ، هكذا أهيئ نفسي لإلقاء خطاب قبول الجائزة.
من ناحية أخرى، لابد من أن الأمر أقل ألماً لو عددت الأصوات هنا. الصوت الأول لصنفور مفكر. أريد أن أشكر كل السنافر الصغار التافهين الذين جعلوا هذا الأمر ممكناً. قم بعد الأصوات فقط يا مفكر. لكن لما أكمل العد بينما يبدو واضحاً أن الجميع صوت لي أنا؟ قم بعد الأصوات يا مفكر. حسناً حسناً، صوت واحد لي سنفور رسام. أوه شكراً شكراً، أن السعادة تغمرني. وصوت لي سنفور أكل. سوف أكل للاحتفال. وصوت لي سنفور منسجم. حضرات صاحبات القوى والمشعوذين، الغلان والحمقى، أهلا بكم إلى المهرجان 900 السنوي لانتخاب أجمل ملكات العصور المظلمة. ستتنافس اليوم أكثر الفتيات قبحاً، أعني أكثرهن ذكاءً وجمالاً في المنطقة. لاحظت أن جعلوك تأخرت مجدداً كالعادة. آمل أن لا تأتي بتاتاً لأنها دائماً تفسد الحفلة. كل سنة تشخر لحناً من الأغاني القديمة أو تقلد صوت حيوان بري سخيف. أكره أن أكون أنا من يحمل لكم الأخبار السيئة، لكن يبدو أن الكل وأعني الكل قد صوت لنفسه. لدينا 98 شخصاً متعادلون. أنا أكره التعادل. كل سنفور صوت لنفسه؟ هذا أمر صدمني حقاً. مهلاً، هناك 99 سنفوراً، لم يصوت منهم إلا 98، هذا ليس منطقياً. عجباً، أخشى أن يكون هذا بسببي. أنا لم أعرف تحديداً لمن أصوت. إذن لما لم تخبرنا بذلك؟ هل أرسم لوحة لك؟ ما رأيك في كتابي؟ سأوقعه لك يا صديقي. أوه صديقي. صديقي أنا. لديك حس من المسؤولية والذكاء يا غبي، وأعتقد أنك ستصوت لآلتي أنا. حقا؟ لا لا، ستصوت لكاكتي، إنها مميزة. حقا، إنها فعلا مميزة. هذه الكعكة مهزلة، صوت لحيلتي ويمكنك الحصول عليها. حقا؟ عجبا، شكرا لك. إنها مفاجأة. لقد أفسدت لي كعكتي. لكنها لم تكن جيدة لتجعلك تربح. هل ستصوت لي؟ صحيح؟ هل ستفعل؟ أنا لا لا، سوف يصوت لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لي أنا. صوت لي أنا. توقفوا توقفوا توقفوا. أنا آسف، لكن لا يمكنني الاختيار بين أصدقائي. إذن سيبقى هناك تعادل. أنت محقة. في حال التعادل، رئيس هيئة الاحتفالات سيختار الصوت الحاسم، وبما أنني رئيس هذه الهيئة سأصوت لنفسي، وهكذا أنا سنفور مفكر أكون الفائز. أنا سعيد جدا من أجلك. والآن بتواضع كبير، وهي إحدى صفاتي، أقدم إلى نفسي جائزة السنفور الذهبي. وهل تسمح لي بأن أكون أول من يهنئك؟ سنفر بحياتكم. ابتعد عن رأسي أيها الغبي. ماذا تخالني؟ عش عصافير. تعالوا إلى العمة جعلوك يا أصدقاء الصغار، لأتمكن من فرككم بوجه لبقية حياتكم. النجدة. لا. من الرائع دوما أن أعود إلى هدوء وتناغم قرية السنافر. النجدة. ما الذي يسنفر هنا؟ 97، 98، 99. هذا سيكفيني لبقية حياتي. إلى المنزل يا جيمس. بسرعة أيها الطائر، الحق بتلك المرأة. لن تكون بشرتي جافة بعد الآن. أولى.
تأخرت كثيرا. علي أن أبدأ العمل. من الأفضل لي أن أبدأ بأجمل سنفور. أنت ستفيدني كثيرا. وداعا يا أصدقائي. أنا أكره الوداع. لنرى الآن، 6 فركات على كل خد و7 على الأنف، 5 فركات على الكوع و2 على أصابع القدم. يا هل أفركك بطريقة خاطئة؟ أنت محقة في قولك. آسفة. هذا شعور رائع. وقريبا جدا ستعود بشرتي الجافة ناعمة وجميلة. بشرتك؟ لا لا لا. ولكن ما بك الآن؟ لا تستخدمي هذه الوصفة القديمة، انتهت صلاحيتها منذ زمن بعيد. حقا؟ صدقيني، عندما يتعلق الأمر بالجمال أنا خبير، بل أنا أفضل الخبراء على الإطلاق. حقا؟ ماذا تقترح إذن؟ الوحل. الوحل؟ حمام وحل. لكن سبق أن استحممت هذه السنة. ثقي بي، أعرف جيدا ما أقوله. إن أردت الحصول على بشرة ناعمة، لا شيء أفضل من حمام وحل، إنه أفضل بكثير من زيت السنافر. لطالما أحببت الوحل. جعلك مغرور على حق تماما، لا شيء أفضل من حمام وحل لمعالجة البشرة الجافة. كل هذا بسببك أنت. هكذا كدنا أن ننتهي. هكذا. ممتاز. الأمر يستحق كل هذا العناء. أني سجعلك، نؤكد لك، عندما تنتهين من حمام الوحل لن تكوني جميلة فقط، بل رائعة ومميزة. ما زال المكان بعيداً بابا سنفور؟ ليس بعيداً جداً. حقاً لم يعد المكان بعيداً بابا سنفور؟ ليس بعيداً جداً. أما زال بعيداً جداً بابا سنفور؟ أجل، إنه بعيد. أخرجوني من هنا، أنفي يستحقني. أنا واثق من ذلك. إن لم تشعري بالحكة يعني أن الأمر فشل، ثقي بي ستبدين رائعة. أخرجوني من هنا، أفضل إبقاء بشرتي جافة. إن أخرجتموني لن تسمعوا بعد الآن شخيري بالقرب من قريتكم، أعدكم بذلك. وسنحرص على أن تفي بوعدك. نجحت يا هذول، لقد نجحت، نجحت. عملت لأعوام لإنجاح وصفة الطين القاتلة، وأخيراً أنهيتها. لم أشعر يوماً بمثل هذه السعادة طوال حياتي. لن يفسد شيء هذه اللحظة يا هذول، لا شيء. سأضيف الآن اللمسة الأخيرة، وها هي وصفة الطين القاتلة. كما أخبرتك بابا سنفور، كنا نتبارى للحصول على جائزة السنفور الذهبي. جائزة السنفور الذهبي؟ وما هي هذه الجائزة؟ صوتنا لاختيار السنفور الذي قام بأفضل مساهمة في عالم السنافر، ولم أتعافى بعد من ألم الهزيمة التي ألحقت بي. هذا حقاً أسنفر شيء سمعته في حياتي كلها. كل مساهماتكم لهذه القرية موازية في أهميتها، ولا يمكننا مقارنتها. من فكر في هذه الجائزة السخيفة؟ سنفور مفكر. من الطبيعي أن أفكر في أن السنافر متشوقون جداً لتكريمي، وأن أفكر أيضاً في أن هذه أفضل طريقة لذلك. كما أقول دوماً، على السنفور التحايل. لسوء الحظ، لم ألجأ إلى الحيلة المناسبة. مرحبا يا خنفساء، هل الحر شديد عليك؟ حر الصيف يحرق قدميك، بقلم سنفور شاعر. أنت تقلي بيضة على حجر؟ من يصدق هذا؟ يا مذكراتي العزيزة، الحرارة اليوم مرتفعة جدا لدرجتي. حسناً، إذن إنها الرقم 408 خلال 17 دقيقة. هذا مثير للاهتمام. أصبح عددها 7,207 حبات منذ الصباح. الموسم جيد هذه السنة. الموسم جيد جداً.
أؤكد لك هالهول أن هذه تحفة فنية في الهندسة، تحفة فنية. لولا هذا الحر الشديد لكانت لعبة للأطفال. أوه، هذا الحر اللعين، لكن لا بأس، ستفاجئكم هذه الخطة كثيرا، لن تفشل هذه الخطة أبدا. فكر في الأمر هالهول، مصير السنافر بين يدي، قريبا لن يعودوا موجودين. مذهل، هذا مثير للاهتمام. حر شديد، قد أنضم إلى كسلان وأخذ قيلولة بدوري. أوه هالهول، لن يطول الأمر الآن، سيمنع هذا السد تدفق الماء إلى نهر السنافر، وقريبا سينفد الماء من عند هؤلاء المقرفين. وعند حصول هذا سيأتون إلى هنا، وعندما يأتون بألسنتهم المتدلية عطشا سأفتح البوابة فتجرفهم المياه بعيدا. تعرف شيئا مغرور؟ لن يرتاح ذهن سنفور حتى نتمكن من القضاء على الكسل الذي يضرب مجتمعنا. كنت أقول لبابا سنفور منذ أيام قليلة إن هذا يتطلب بضع ساعات بعد هالهول وسينتهي هذا العمل. إنه وليد أفكاري الشريرة الذكية. ماذا؟ حريق حريق حريق! النجدة بابا سنفور! حريق! النجدة! أنا أكره السرعة. ما بسرعة؟ يا سنافري، ما حصل اليوم دليل قاطع على قلة انتباهنا العام. فكروا فقط فيما كان ليحصل لو أن هذا سنفر خلال الليل. فكروا فقط فيما كان ليحصل لو أن هذا حصل في بيت أحد السنافر. أريد منكم أن تعرفوا أنني أعرف جيداً أن ما حصل بعد ظهر هذا اليوم خطأ مني. وحين أفكر فيما كان ليحصل للمسكين كسلان أخاف أن أفكر في النتائج. هذا ما أحبه في بابا سنفور، إنه مسنفر. لهذا أريد منكم جميعاً أن تفكروا جيداً وتبتكروا خطة لمكافحة الحرائق. وصاحب أسنفر ابتكار يحصل على كعكة توت سنافر إضافية كل يوم طوع على شهر. رائع! يا سنفور أقول، هذا أسخف شيء سنفره في حياتي. من سمع يوما بمطفأة حريق تقذف الكريمة المخفوقة؟ أنا جاد بكلامي أقول، قذف كيلوغراما من المنطق السليم تدرك أن هذا الجهاز لن يعمل. فكرة استعمال الكريمة المخفوقة لإطفاء الحريق صحيحة، ولكنها بابا سنفور، أتعرف منسجم، هذه مضيعة للوقت. في ذهني خطة مهمة قد تجعل اختراعك هذا يبدو ساذجاً للغاية. أجل، كما كنت أقول لبابا سنفور هذا الصباح، إن دعت الحاجة إلى عرض اختراعي فسأفعل، لأن جنوناً من بابا سنفور! مرحباً، مرحباً يا سنفور شاطر، هذا أنا سنفور مفكر. فكرت في أنك قد ترغب في أن أساعدك قليلاً. لا شكراً. لا أظنك فهمتني أبداً. أنا أعرض عليك أن أقدم إليك رأيي فيما تفعل، فرأياني أفضل من رأي واحد، صدقني. لا شكراً. مرحباً مفكر، ماذا يحصل؟ ما يحصل يا غبي هو أن سنفور شاطر يحضر شيئاً ويرفض بتهور مساعدة ومشاركة أي سنفور. عرضت عليه المساعدة لكن لا، يفضل العمل وحده. إن مثل هذه التصرفات هي ما يؤدي إلى القسمة، وهو شيء ما عادت ترضى به مجتمعات السنافر المنظمة، لذا سأقول هذا للمرة الأولى. هاي مفكر، أخبرني ما هي القسمة.
هذا أسخف شيء رأيته في حياتي سنفور مازح. سيطرة التفاهات على منطق السنافر. إن كنت تفكر في أن سنفورا واحدا سيضع مثل هذا الصندوق السخيف على سطح منزلي، فكر مجددا. كيف يعمل هذا الشيء بأي حال؟ شد الحبل قليلا فقط. أنا أسميها مدفعة الحريق السريعة لكل أحوال الطقس. كل ما يلزمها سنافر لملء الدلاء، وسنافر لإدارة المسطح، وسنافر للقفز، وسنفور وهو أنا لقياس المسافة. انظروا إلى هذا. أعرف سنفوراً واحداً لن أهديه هذه القصيدة. أوه يا للهول، أنا آسف يا شاعر، أنا آسف حقاً، أنا آسف. قلت لك إنك لن تنجح، لكن لا، كان عليك أن تكتشف ذلك بنفسك. هذا التشبث بالرأي يجب أن... بابا سنفور! لن يطول الأمر يا هلهول، لن يطول، لن يطول الأمر. لا شك في أنه لو أخذ شاطر برأيي لأنهى العمل على هذا الاختراع منذ أيام طويلة، ولكن لا، رفض عرضي الكريم كليا. وها قد أصبحنا الآن في منتصف الليل. لا 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 94 95 96 97 98 99 100 و1 للفائز. أوه أكول، أتساءل من سيكون؟ السنافر يقولون إنه شاطر. أنا واثق من هذا تماما. ماذا تفعل؟ لن يبقى الآن، أنا يكفي. أوه لا، بل ستكفي يا سنفورة، فغضبان يكره الحلوى. هو يقول هذا وحسب. أوه حان وقت الإعلان، بسرعة. حسنا أنا آت. نريد شاطر. لا شك في هذا، أعلنوا أن سنفور شاطر هو الفائز. أوه النجدة حريق بابا سنفور، المطبخ يحترق. سنفور شاطر، كيف تعمل هذه؟ ساعدوني لأوصله إلى البئر. أسرعوا في العمل. أجل هكذا، تابعوا الطبخ. الأمر. لا أعرف، إنه فارغ. البئر فارغة أيضا. فارغة. علينا أخذ الآلة إلى النهر. هيا جميعا، افعلوا ما في وسعكم. كعكات الجميلة. اهدأ اهدأ أكون، ستصنع الكثير غيرها. لا أصدق هذا، النهر جاف. ماذا سنفعل؟ أنا أعرف، لننقل الآلة إلى السد. فكرة جيدة سنفورة. هيا بنا. إنه جاف جاف جاف، نهر السنافر جاف، إنه جاف جاف جاف، سيبكي السنافر من الجفاف. يو! ادفعوا! ادفعوا! ما الذي يؤخرهم هكذا؟ إنه جاف من الماء، ولا غيم في السماء. بالكاد هناك ما يكفي من الماء. لا بد من أن هذا يكفي. بسرعة، أشعر بأن ثمة خطبا ماء لما جفت المياه من النهر. لقد نجحنا يا هلهول، نجحنا. ستأتي تلك الفئران الصغيرة الزرقاء إلى هنا لتستكشف ما يجري، وإذا صار كل شيء كما يجب، بابا سنفور سيكون على رأسهم. لا أفهم ماذا يجري على الإطلاق. لابد من وجود تفسير منطقي. انهيار صخور؟ إنه جاف من الماء، ولا غيم في السماء. شرشبيل، لماذا لم يعودوا بعد؟ هل تعرضوا لحادث ما؟ إنها سيارة الإطفاء. هذا هو إذن سبب شقائنا. لقد نفد الماء منا. هذا كله بسببك أيها الإرث.
حسن، الآن صار لدينا ماء. سنفور شاطر، إن اختراعك هذا ناجح جدا، ويسرني أن أعينك أول قائد لفوج إطفاء السنافر. كما أن شاطر ليس الوحيد الذي سيحصل على كعكة إضافية طوال شهر كامل، سوف يحصل الجميع على كعكة. غضبان لن يرددها.